تنشئه تروما، انواع التروما، التايبس اوف تروما ان جنرال، يا حاجه ميكانكس عورت، بنتكلم كلام الجير تقريبا، حاجه ميكانكس عورت، يا حاجه فيزيكال زي واحد اتعرض للراديشن مثلا، تمام، او حاجه كيميكال اللي بقى غطاس، الجروث بتاع حاجه كيميائيه، تمام. الميكانيكال او ميكانكس حاجه عورت، يا جراحه كنت بتعمل جراحه عورت اللارنكس، بتعمل ايه جراحه في المنطقه دي عورت اللارنكس، وانا بدخل منظار، اللهم صل على عمليات كتير، وانا بدخل منظار عورت اللارنكس وهكذا، قطع في البروتوكول، ده نوع من انواع التروما. يبقى ده سيرجيكال. اكسيدنتال ده الاكسيدنت اللي بتحصل في الشارع ومقدار انفجار اكسيدنت، تمام؟ السيرجيكال هاي تراكيوستومي، تراكيوستومي دي انواع، ثلاث انواع. هاي وميد ولو. هاي يعني قريبه قوي من اللارنكس. لو انا ايدي ساحت تبقى عورت الكريكويد، ده كلمه هاي، ودي انا اخدها في التراكيوستوم، لان الكريكويد هي اوطى جزء في اللارنكس. فلو عملتها في الفيرست والسكند تراكيال رينج تراكيوستومي، ممكن لو المشرط اتزحزح مني شويه عورت الكريكويد. والكريكويد ده المول اللي كومبليت رينج في الاسبيرتو سيستم، فلو اتعور يحصل له بيكونتايتس وستينوزس. ده بالنسبه للهاي تراكيوستومي. ان بتراكيال انتوجيشن، يمكن انا لا انسى دكتور تخدير مره وهو بيركب التيوب اللي بتاعته من التيوب نزع البوكر فور. لا ده دي سهله قوي، ده مره واحد طلع التيوب من هنا البيروفور القصر خرب جلد معاه بشوط الفارو وبيكلم اللي جنبيه وراح سارق، تمام؟ يبقى ايه الاندوتراكيال اندوتراكيال؟ الاندوسكوبي بقى جميع انواع الاندوسكوبي اللي هو وانا بعمل لارنجوسكوبي وانا بعمل اوسكوبوسكوبي وانا بعمل برونكوسكوبي ما انا جنب اللارنكس فممكن اعور الاريتينويد وهكذا. اكسيدنتال حاجه اكسيدنت جان شوت كتير طبعا ما استغربش. انا اخر حاله عملتها حاله لذيذه جدا، ولد يمني عنده حوالي 17 18 سنه جاي من اليمن راسا بالطياره. الحياه في اليمن بيهرجوا مع بعض بيهزروا مع بعض بالبنات كالعاده من اخوان اليمن، فمفروض بدندر اللي هو الشوتس بتبقى حوالي 20 شوت كده، يعني هي الطلقه بتطلع بنتشر حوالي 20 شوط، تمام؟ فالحاجه عايش وكل حاجه وجاي الطياره يعني، بس اللارنكس متفتت يعني، تمام؟ ومعمول له تراكيوستومي هناك. فحتى ليه قصه غريبه كده يعني، يمكن نفتكرها في تراكيوستومي، تمام؟ ستاب ستاب ده طعم كتير برضه، واحد اتضرب بسكينه، تمام؟ اللارنكس اتقطع، تمام؟ او تراكيا. هو على فكره اللارنجيال تروما دي بتضم تروما للاركس والتراكيا. يعني لارينجو تراكيال تروما او تروما للايروي عامه يعني. البلو اللي هو البوكس. كار اكسيدنت ممكن يتدلق على الدريكسيون برقبته ممكن صدره ممكن رقبته ممكن نوزه. معايا؟ استرانجوليشن، استرانجوليشن دي بقى حاجه علشان الناس اللي بيشتغلوا في المواني، تمام؟ بيشتغل في المينا فالواير بتاع المركب، تمام؟ وهو بيتسحب راح لافف على رقبته، لف على رجله، بيلف على حاجات كتير، تمام؟ عندنا في مصر الحقيقه مش الواير بتاع المركب، مكنه الري اللي منكم من الاقاليم، مكنه الري بتاع الزرع، وهي بتلف السير ده وهو بيلف. الراجل الفلاح الغلبان ده قايم الصبح في الفجريه قبل ما الدنيا تنور معاه والتلفيه على رقبته، فمكنه الري تروح واخده التلفيه وراح وخانقان. تحصل كذا حاله جت لنا من النوع ده معايا، يبقى خلي بالك نوع التلسعه شويه عشان كده. اه والله بجد يعني في ناس رقبتهم بتقطع وفي ناس بتقطع بارشلي وهكذا. دي الاسترانجوليشن ده مش فورم بودي. فورم بودي ده ما عدلكش كتير قوي يعني، حالات مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. البنات البنسة اللي بتاع الحجاب حطها هنا، معرفش ايه غيتهم بانها بتحطوها في السنان وهم بيشبكوا، فحطها في السنان وبتتكلم تروح نازله كتير جدا. اخت واحده زميلتكم اخر واحده عملتها لها معايا، فتروح البنسة نازله دبوس يعني نازل راشق في اللارنكس، ده كتير. ده الفرنبوز. بس طبعا الفرنبوز ده في حياتي لا تتخيله الى الان، انا معرفش العيال عاش ازاي يعني. طبق مسدس بلاستيك اللي بتلزق في الازاز وال دخلت ازاي مش الطريقه، والولد جاي عايش وما نعرفش ده ايه ده، ولا اهله عارفين. الولد جاي يعني لا، حاله غريبه جدا. دخلنا له المنظار وكان قصه غريبه في اخر العمليات، والدكتور التخدير ما كانش عايز ينيمه،
والنادي بتاعنا مش عارف كان هيضرب التسليق المهم حصل فال داخل بالمنظار لقيت حاجه حمراء انا ما اعرفش ايه دي انت عارف الطلقه بتبقى كده فاهم فدي بلايمس وستراكيه اه والله عامله زي الفان عماله تدخل هواء ويتشفط فاهم فسبحان الله وحمرا لون البيكوز ما اعرفش ايه ده دخلت بالمنظار انا في كلمه بس فين اللايمز؟ فاهم الكلمه؟ فسبحان الله بحط جفتي كده لقيت حاجه بتتهز رحت شديدها لقيت دي سبحان الله ده علشان عمره يعني بس للاسف ما كانش في تصوير ايامها يعني ما كانش في تكنولوجيا عالي زي دلوقتي فالحالات دي ما اتصورتش للاسف لكن حاجات من دي غريبه قوي تجيلنا يعني يبقى اذا ده بالنسبه للفرق بقى فيزيكال بقى واحد اتعرض للراديشن الراديشن ده يجي ثيرابي كانسر في الثيرويد كانسر في الليجز كانسر في الهيلاند ريك في اي منطقه تعالجوا بالراديشن هيجي ثيرابي فوانت بتسلط عليه الراديشن الراديشن ده مش سبيسيفيك للكانسر بس طب زي ما بيحرق الكانسر بيحرق التيشوز النورمال فالميكوندريا لما حصلوا فيبروزس من الراديو ثيرابي قطع البلاطه بقى عن الكارتليج لان الكارتليج واخد نورشمنت من الميكوندريا فيجي له الراديشن بريكوندرايتس يحصل له ستينوزس اسمها الراديشن بريكوندرايتس زي ما بيحرق الجلد بيحرق الميكوندريا زي ما بيحرق الكانسر وهكذا تمام هو اساسا انا ريدي ثيرابي بيموت الكانسر ازاي؟ بعمل فيبروس بلاد سبلاي فيعني هو سبيسيفيك للكانسر بس؟ لا ولكن علشان الكانسر محتاج بلاد سبلاي كتير بيتاثر الهولف ستيمينيشن ده كلام حلمنتيشي بقى مش بصراحه مش صح قوي يعني واحد شم بخار سخن حرق له اللاج كيميكال بروسيس الكروسيف ده انا شرحت لكم قبل كده ماي نار تمام وممكن ايفن الكوستي بوتاش بيعمل الرجال القديمه ده نوع من انواع اللي هي البلوك القديمه هو ده نوع من انواع التروما الانتفيزس بقى سمعت عن واحد مات في حريقه بدون ما نار توصل له اه من الدخان ده ما حصل له رجال قديمه كربون دايوكسيد وكربون مونوكسيد ده من الرجال القديمه فممكن يحصل الموضوع ده من الانتفيزس من غير ما الحريق يجي جنبه. الكلينيكال بيكشر بتاع الدكتور اول حاجه اهله جايبينه في استروكوما. انا عايزك تقول اي كلام في الموضوع ده هيطلع صح. اهله جايبينه الراجل ده اتعرض لكار اكسيدنت، الراجل ده كان شومه على رقبته، الراجل ده كان بوكس وهكذا استروكوما. جاي لك دلاجز اروي جاي لك سترايدر. على فكره اول حاجه الموضوع ده مظلوم في مين فيه؟ الموضوع ده لو بياخد حقه لا ده بيتشرح مواضيع لان الموضوع ده مهم جدا في الكار اكسيدنت وفي اي حادثه النمبر 1 اللي يموت الايروي يعني لما تيجي تتعلم امرجنسي يقول لك نمبر 1 اللي يموت الايروي نمبر 2 بليدنج فاهم؟ فالايروي ده مهم جدا في الحوادث سيفنج ذا ايروي نمبر 1 نمبر 1 في الحوادث السترايدور سترايدور ليه؟ حصل سترايدور ليه؟ يا اما حصل بليدنج في الايروي دم جوه الايروي هيموريدج يا اما حصل كديمه تحت الميكوزا في ضيقات الايروي يبقى ميه او دم معاه ممكن هيماتومه تحت الميكوزا هيماتومه تمام يبقى يا اما هيموريدج جوه الايروي جوه اليومن لارنكس وتراكيا يا اما تحت الميكوزا هيماتومه او كديمة ضيقات الايروي جاي لك سترايدر يجي له هورسنس لو الفوكال كورد اتعورت طبعا اي دوما على الفوكال كورد هيجي له هورسنس اذا يجي له سترايدر يجي له هورسنس تمام؟ يجي له بين ويبقى ريفيرد للايد لو ما جالوش خلاص بيجي الاتاك تمام؟ يبقى ريفيرد للايد عن طريق هنا ارنو ارنانشو بيجاس ديس فيشيا الله مش الهايبو فارينكس ورا اللارينكس طب ما لو اللارينكس اتعور اللايبيلتي ان الهايبو فارينكس اتعور عالي جدا تمام؟ او الهايبو فارينكس اتزنق ما بين اللارينكس والفيرتيبري يعني مع البوكس تمام؟ ايه؟ ديس فيشيا اكوستو باي بين الهايبو فارينكس اتعور كوزو بايبين يعني ايه؟ اللارينكس بيوجعك فانت بتبلع اللارينكس بتتحرك اب اند داون حتى لو الهايبو فارينكس ما اتعورش مجرد ان اللارينكس مخبوط مش هتعرف تبلع لانه بيتحرك اثناء البلع فاهم؟ هيموريدج اكسترنال لو في اكسترنال وند في الرقبه نيك سويلينج نيك سويلينج ليه؟ الصوره اللي انت شفتها من شويه اديما ميه تحت الجلد هيماتوما دم تحت الجلد او هواء سيرش كانت في سينا فاكرين الكلمه دي؟ طيب صور لي نورك
في الكلمه دي اتقالت لينا قبل كده سيرجيكال فراكشر الرموز على شيء نص فيها هواء. طب نفس الكلام مش دي الرقبه ودي البراكيا واللايكس خرم والجلد لسه سليم فالهواء اللي في اللايكس والبراكيا ده في كل الجلد معايا. يبقى اذا سيرجيكال ابتزينا نفس الكلام يعني معايا نفس الكلام وانا بعمل اسوفاجوسكوبي هو دخل وهكذا تمام. يبقى اذا ميك سويلنج دي ما هيماتوما او سيرجيكال ابتزينا. سيرجيكال ابتزينا دي بتعرف ازاي لما تدوس شوك العيان ده يجيله شوك زي ما انت قلت ممكن بوسبيكال اتاك تمام. شوك يا اما نيوروجينيك من السيفير بين تمام يا اما هايبوبوليميك من الهيموليتش تمام. طبعا لو الكاروز اتعور غالبا العيان بيموت ما بتشوفوش اصلا. احنا بنفترض الهيموليتش ده يا ولاد لو السيفير فايرال ارتري فيشيال لينجوال حاجات من دي تمام. اما لو الكاروز ده انسى يعني ده مش هتشوفه ده هيموت في دقايق معايا. الاكزامينيشن بتاعك جنرالي هتلاقي شوك اكتب ساينس اوف شوك. حد شاطر يفكرنا جدا الاوضه اللي هو فيها بتاع الحوادث او هو داخل لك اوضه الحوادث هتنظر لرقبته هتلاقيها سوولن تمام مخفخه تمام. سوولن بايه؟ يعني السوولنج ده ليه؟ اديما او هيماتوما او سيرش اديما زي ما قلنا تمام. بلانتنج للثيرويد انجل فاكر لما انا قلت الثيرويد زي الكتاب كعب الكتاب اهو فاكر الكلمه دي اتضرب بالبوكس من هنا فالكتاب اتفتح فهمت الكلمه؟ اهي باينه قوي هنا الثيرويد كان كده اتضرب بالبوكس هنا بقت فلات بقت مفتحه بلانتنج للانجل بلانتنج للثيرويد انجل. البلانتنج ده يحصل حاجتين يا اما فراكشر فالكتاب اتفتح يا اما انفلاميشن فالحته دي هتبقى برود نفس الكلام انفلاميشن وإديما فهتبقى برود بس هنا احنا بنتكلم على الطومة ففي فراكشر يبقى بلانتنج للثيرويد انجل. البلبيشن هدوس عليه هتندر وتلاقيها بتطرقع كريبيتاس على شيل السيرشيال إديما. طبعا لو انت عايز تكتب انفستيجيشن ارجنت سي تي طبعا ارجنت سي تي ده مهم جدا. تريتمنت اللايكس برانشن ستات اول حاجه تموت في التروما سيفنج ذا ايروي اللي هو الايروي بروبلم يعني فسيفنج ذا ايروي نمره واحد تمام. سيفنج ذا ايروي بايه؟ بتراكيوستومي او انتو تراكيال انتوبيشن. يا جماعه ده لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد كوماتوز مش حادثة ولا حاجة جاله كوما لأي سبب كان حتى لو ضيابتك نمرة واحد هتبص على الهيروين تمام. نمرة اتنين تشوف البلاد بريشر والحاجات دي لكن نمرة واحد لازم الهيروين. يبقى سيفنج ذا ايروين يا اما تعمل له تراكيوستومي ودي ما تطلعش في الشارع يا اما تعمل له انتو تراكيا الانتوبيشن. ممكن الكيكوثيرودوتومي بس احنا ما عندناش الكونسيبت بتاع الكيكوثيرودوتومي ده لان ده في الحقيقه قوانين في مصر في قاسية شوية يعني مفيش واحد في الشارع ما تعرفوش تروح تعمل له كريبتو فيرودوتومي هتلاقي نفسك في السجن مش نفس اليوم معايا. هم مش مطرقين في الكلام الفارغ ده لكن اكشوال المفروض يكون في عندنا القوانين المتاحة لهذا يعني. لكن انت بتلاقي الواحد محطوط في عربية على جنب وحاطينه على رصيفه وتجري وتسيبه تجري لان القوانين فعلا وحشة جدا يعني. يبقى تراكيوستومي او اندوتراكيال انتوبيشن. الاسهل اندوتراكيال انتوبيشن سيفنج ذا بلاد فوليوم علشان عنده شوك تمام. يبقى دي نمره واحد نمره اتنين في الاول. بعد كده هديله انت وقتك اللهم ما تخش الشارع وقت ما حادثه عربيه ولا اي ولا خبطه يبقى علشان ما يجيلوش بيركوندرايتس في الريتشار كارتج وبعد كده تجيب باي فايبروس وستينوزس. اذا هديله ستيميك انت وقتك هديله ستيرويد الكورتيزون هنا لايف سيفنج علشان انت ليميتس معايا. اذا هديله ستيرويد بعد كده لما الحاله تبقى ستابلايز همانج اكوردنج الباثولوجي الموجود. خلي بالك انا عملت سيفنج للايروين نمره واحد فطمنت معايا همانج اكوردنج الباثولوجي الموجود. بلاد فيسل بينزل الدم اربطه بايجيشن تمام. كارتلج متكسره ارجعها مكانها واخيطها بسلك تمام او شرايح ومسامير. اذا ريدكشن اوف ذا فراكشر كارتلج مفيش. مش فاهم سيفنج بلاد فوليوم تفرق ايه عن اللي جبت
لا الحديد قال سيفنج بلاطات فوليوم يعني تقيل له دم محاليل انت فاهم؟ انت عايز تعالج الشوك ده هايبو تنشن انت فاهم؟ لكن الليجيشن بقى انت فتحته بترهق بقى يعني واحد معلق لك دم انت فاهم بترهق يعني دي حاجه ودي حاجه بصراحه او شرايح ومصامير مثلا تمام؟ ممكن سلك سلك مش سلك حليل لا سلك زي معلق بتدخله من هنا تخرج من هنا وتخرج من هنا تدخله من هنا وتطلعه من الناحيه الثانيه وتربط معايا فلها كذا طريقه احنا بنقول سيرنج دايرو طريقة سيرنج دايرو مش حاجه كده فرم بودي انريشن موضوع فرم بودي انريشن ده بتتعين مهم جدا 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 تمام فرم بودي اسمها فرم بودي انريشن اسمها فرم بودي في الايروي اسمها فرم بودي في الايكو ترافيا اريا اسمها فرم بودي في الاير باسج فرم بودي في الاير باسج وات ايفر تمام رابع فرم بودي ناخده في المعده خدنا فرم بودي في النوز خدنا فرم بودي في الاير خدنا فرم بودي في الاسوفجاس الغلط اللي بلعب شويه تمام خدنا فرم بودي في الاير باسج كل ما نقول فرم بودي نبتدي بعنوانين تايب اوف ديفيشن وتايب اوف فرم بودي تايب اوف ديفيشن طبيعي ان كومان تشيلدرن طبعا الاطفال اللي بيجيبوهم ياسسوا ليه لوحديهم الاطفال اللي بياكلوا بطيخ بالصوص لوحديهم انا ما عدلكش قشر اللب الابيض ده وبذر البطيخ ياما والكوليسترين ياما واخد بالك ونص الحالات بيموت ما تفتكرش الموضوع سهل بالعكس يعني لما تلاقي واد بياكل بطيخ كده عنده سنتين ثلاثه بنفسه من غير ما يشيلوا البذر ده جاهل من الاهل جدا تمام تقريبا نص الحالات بيموت لان ما بوصلكش اثنين بيكون مات قبل ما يوصلك معايا ده بالنسبه للتايب اوف فاريشن وان كان في قصه ان في راجل قبض دكتور برضه دخل له فرم بودي يعني دكتور التخدير يوشوال لما بينيم لك العيان بيبقى قاعد فاضي يعني فاهم بيستناك لغايه ما تخلص عشان يصفي العيان ففي دكتور كان مره عايز يتسلى يعني فكان في ايده خرزه فعمال يعمل كده فاهم فقلت له عمل ايه؟ ده استاذ حبيبي فاللي حصل راح واقع على رجله بكره ده قصه بجد اتعمل له سته برونكوسكوبي على شويه فرم بودي يطلع كل برونكوسكوبي مش لاقيين كل برونكوسكوبي مش لاقيين معايا التايب اوف فرم بودي بقى يعني ممكن كبار احيانا كبار طبعا التايب اوف فرم بودي التايب اوف فرم بودي يا اما حاجه فيجيتابل يا نان فيجيتابل ده بالنسبه للاكسوجينس اللي بره ممكن حاجه اندوجينوس من جوه يا عمرو واحد بيرجع فالبوبيلاس راح واقع عليا في الشوتر كده انا بقول لك ليه في البنك طالما انت هتعمل عمليه لازم تبقى صايم عشان ما ترجعش رجعت البوبيلاس هينزل على الرينج الشوتر كده هيجي له نمونيا ولانجا اما ده فرم بادي او بليدنج بليدنج ونازل على الرينج الشوتر كده سيان اثناء العمليه او العين كوماتوس ده وات ايفر اكسوجينوس فرم بادي بقى فيجيتابل الوتر ميلون سيدز الكتاب الامريكاني اللي احنا بنذاكر منه هو في اثنين كتاب للاي تي مبارك واحد اسمه سكوت براون ده البريتش واحد اسمه كومين ان امريكان سيرجري ده الامريكان الكتاب الامريكاني ده كاتب كلمه في مقدمه هذا الموضوع الثاني كاتب هو اولا مشفق موضوع الفرم بودي في الايروي ده لان عندهم الحاله دي كريتيكال جدا فكاتب مش مختار غير اثنين كانترز على مستوى العالم تمام احنا لينا الشرف ان احنا كنا تاني كانترز ف نمبر 1 يقول لك ايه؟ The commonest foreign body في اليو اس بيناتس. And the commonest in Egypt الووتر بيرنس. تخيل؟ يعني عندهم ايه وعندنا ايه؟ معايا؟ فده علشان فرق المستوى بس هو فعلا اكشوالي كده بذر المطبخ بنطلعه كتير جدا 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 تمام؟ يبقى اذا ووتر بيرنس اللي هو الكول وهكذا. وعد عد فورم بودز كتير قوي على ايه واحد امريكاني لسه من شهر ونص في سلايه بسله مزرعه في اللنج وكانوا فاكرينها تيومر ما اعرفش انتوا بتتابعوا الاخبار دي ولا لا وكانوا فاكرينها تيومر انت فاهم والاخر اللي هو بسله ومزرعه وطلع في قلب اللنج في البرونكس اللنج فيجيتابل زي البنز ده بابيس الحجاب معايا والبنز اللي هو الخرز اخونا اللي كان بيلعب بالخرزه معايا الحقيقه الدبابيس بتوع الحجاب دول كتير قوي زي ما قلت لكم يعني احطها هنا انا عندي صور الحقيقه صور كتير قوي للدبابيس بالذات ناشئه جوه اللاجس لا ده مره دبوس اللي هو اللي بيعمل كده ده اللي بسوسته ده لا مره زي ده كده هو شبه ده
انا طلعت مره واحد من ده، ده بهدله وبيمزع الميكوزه وبتاع وداخل مكتوبه لازم تقفله قبل ما تطلعه معايا. وانا يمزع كل كلمه والله. فالحقيقه الفرع الماضي ده زي كده قوي، دي دبوس تمام دبوس بيتكلموا عليه. احنا دلوقتي اتكلمنا على الفورم بودي ان جنرال. طيب السايكو كونفكشن هيحصل ايه؟ السايكو كونفكشن وذا فورم بودي حاجه من وهو بيشرق، خلي بالك انا ما بقولش يبلع، يبلع يعني هيبتدي يفصل خالص، وهو بيشرق في الفورم بودي يا اما نلاقي حاسس ان ده فورم بودي انجرح سنه فراح قافش على الفورم بودي سيفير سفوكيشن اند ايميديت تمام؟ يعني واحد راح وهو بيعمل حاجه مات ده تمام؟ يا اما بعد السيفير سفوكيشن ده الاسبازمو راح فاكر فعاش راح الفرن بودي نازل على التراكيه هيختار سكه من دي، يا الرايت برونكس يا الليفت برونكس، بص للرايت او سامبل ومور ان الاينو ذا تراكيه. ليه؟ اصل التراكيه شفتت على الرايت تمام؟ فمع الرايت برونكس اون لاين وبالتالي هو تمالي بيختار الرايت برونكس، وانا بعمل برونكوسكوبي انا عيني على الرايت برونكس لكن ممكن ليه بس ده الكومن رايت معايا. يبقى اذا حاجه من اثنين، يا اما الفورم بودي يتششر في اللارينكس ويحصل لارينجيال سباز وسيفير سفوكيشن، يا اما ينزل على ترانكي وبرونكيا 3 ويختار الرايت برونكس لان وايدر اند مور ان لاين اوف ذا تراكيا. تمر مرحلة الفورم بودي انهاليشن او تمر مرض الفورم بودي انهاليشن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أثناء ما شرب في الفورم بودي اللي هي مرحلة إيه؟ الشوكينج الشرقة أول ما بلع الفورم بودي وبعدين نزل في التراكية ده الإنيشيال اللي أنا قلته نزل في التراكية ولا حاجة التراكية واسعة إذا ده ليتا بالتالي قعد يدور على مكان يقفله قفله ده المانيفست يبتدي بقى يجي له ديزنيا ولانج وديزيما وكولابس وهكذا. اذا هما ثلاث مراحل تمام. المرحله الاولى كل العيانين بلا استثناء بيدوك نفس القصه، يا دكتور انا ابني ده ما كانش راضي ياكل بيتدلع عليا فانا قعدت العبه وضحكه علشان يفتح بوكه تمام. اول ما الواد ضحك هي بتهزر معاه علشان يضحك علشان يفتح فوق، رحت رميه له لقمه في بوقه. كل الامهات بيعملوا كده ما اعرفش انتوا بتشوفوه ولا لا، الواد مش راضي ياكل تك 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 يروح ضاحك رحت رميه له لقمه في بوقه راح جاي له اربع حاجات ثلاثه سي واحد دي شوكينج شرقه كافينج كحه ساينوزيس برقان وديزنيا. الام كاركترستك بالمصر كده بتقول يا دكتور الولد ده ما كانش راضي ياكل قعدت لعبه وضحكه عامله زي مسرحيه التخاريف محمد صبحي فاكر؟ فرحت رميه له اللوفه فوق اول ما ضحك وفتح بقه راح جاس بص بيقول ايه؟ فزرق وسختخ ونفسه راح. الكلمه دي بنشوفها بنسمعها كتير قوي ازرقت وسختخ ونفسه راح تمام؟ بس هو دلوقتي كويس اهو ما جاي لك في ليه؟ هو مش هيجي لك في الانيشال ستيج. الليتنت ستيج بقى الليتنت ستيج يا اولاد الفورم بودي نزل عن تراكيه بيدور على مكان يقفله حتى لو وصل البرونكس ما بيديش مانيفستيشن دلوقتي لان برضه لسه واسع ستيل واسع معايا وبالتالي الليتنت ستيج ده ليتنت يعني بالتالي ستيج من غير سيمتوم تمام. بس الستيج اللي من غير سيمتوم دي يا دكتور بتبقى قصيره قوي لو الفورم بودي ده فيجيتابل. ليه؟ الفوله اللبايه الحاجات الخضار فاصوليا بسلة الحاجات دي فيها زيوت نباتيه. الزيوت النباتيه دي بتعمل الرجيك رياكشن مع البرونكا الميكوزا بتعمل فيجيتال برونكايتس معايا. فتلاقي الواد سخن وجاله كف وديزنيا وبتاع بدري معايا. اذا الليتنت ستيج دي بتبقى قصيره. سام تايمز لو بتارك فورم بودي رومان بيلي عارفين رومان بيلي الحديد ممكن يفضل فور ييرز ويحصل حواليه فايبروسس معايا يعني ممكن يرمين فور لونجر بيلي. لكن فيجيتابل ده بيبقى صحيح. المانيفست ستيج بقى قول يا محمد ولاد المانيفست ستيج بقى بص لي كده ده التراكيه. التراكيه بايفوركيشن احنا بنسميه كارينا، احنا عندنا الاسم ده اسمه كارينا.
انتوا في الاناتوم بتسموه البايفوكيشن، البايفوكيشن اهو فين الراجل ده؟ اخيرا وصلهم الخبر ده اسمها كريمه. كريمه طيب، فدي اسمها الكريمه، بس اسمها الكريمه من جوه على فكره، الحته دي اسمها الكريمه من جوه مش من بره. المهم فده تراكيا البايفوكيشن. فانا هتخيل معاكم منظر معايا، ده اللانجا هنا، هتخيل من مين برونكس اللي اتقفل مع ان يوجوالي برانش منه. اللي حصل ايه؟ يا اما الفرن بودي ده قفل كومبليت، ما عادش فيه لا هواء داخل ولا طالع، الهواء اللي هنا اتشفط للدم، اللانجا يحصل لها ايه؟ كولابس. طب ايه رايك؟ فرن بودي تاني عمل مش كومبليت اوبستراكشن، بارشال فانجولار اوبستراكشن، راشق الجنب، قشره الدباغه لازقه الجنب، فدي بتدخل الهواء يجي يطلع يروح متحرك قافل ثلاث دور، يبقى اللانجا يحصل لها ايه؟ امفيزيما. والاثنين عملوا ايه؟ ديثنيا، بس هي الكولابس او الامفيزيما. تمام كده؟ يبقى اذا واحد قطع الهواء فحصل كولابس، الثاني عمال ينفخ بيدخل هواء ما يطلعوش، بيدخل هواء ما يطلعوش، فحصل امفيزيما. تمام؟ دلوقتي المانفست ستيج، الفرن بودي اتحشر في البرونكس، يا اما عمل كومبليت اوبستراكشن يا بارشال فالفيلار. فالفيلار يعني وين وين فال، بيدخل الهواء ما يسمحش بخروجه، بارشال فالفيلار اوبستراكشن هيؤدي الى ديسنيا، زائد لو كومبليت اوبستراكشن حصل لها كولابس. انت نورمالي اللنج بتاعتك لما تخبط عليه كده اسمها بركشن، حاجه اسمها بركشن، المفروض وانت بتخبط كده تسمع رنه، الرنه دي اسمها ريزونانس. تمام؟ فنورمال اللنج بتاعتك ريزونانس. طب ايه رايك لو ما عادش فيه هواء تبقى ضل؟ عارف لما يكون عندك برميل ميه نص مليان ميه، عمال تخبط تخبط تخبط، مقفول مقفول مقفول، مره واحده تلاقي رنه جامده يبقى ليها هواء. فاهم الكلام؟ فاذا لو كولابس في ضلنس، لو انفيزيميتاس في هايبر ريزونانس، ما هي نورمال ريزونانس، يبقى اذا دي فيها ضلنس، اما لو بارشال فيلر اوبستراكشن انفيزيما هايبر ريزونانس. فاهم يا دكتور؟ تمام. الميدياستاينم، الميدياستاينم في النص عمرو نبع عبر ما تتخيل ان العيان جاله فرن بودي يمين وفرن بودي شمال، اصل عشان تفكر انا ده عيان وده عيان، انت فاهم؟ بص الميدياستاينم ده حاجه في النص اهي في التوركس، لما اللنج تتنفخ جامد الميدياستاينم بيروح فين؟ الاوبوزيت سايد. لما اللنج كولابس الميدياستاينم بيروح فين؟ تو ذا سيم سايد. او طالما حصل كولابس يبقى شفت الميدياستاينم تو ذا سيم سايد، دي كولابست شفت الميدياستاينم من حته، ما تنساش لما يحصل كولابس هنا تنساش كمان معايا. اما لما اللنج تتنفخ انفيزيما الميدياستاينم هيبقى شفتد بالاوبوزيت سايد بالنورمال سايد. تمام؟ دكتور مش البرونكس مقفول؟ اه. طب دكتور البطنه بيسمعوا بالستيثوسكوب بالسماعه؟ اه. يحط السماعه لو كومبليت اوبستراكتد هيسمع اير انتري؟ لا نو اير انتري. اما لو بارشال اوبستراكشن هيسمع فريزز سرسبه الهواء. هو قبل كده ما كانش سامع سرسبه هواء ليه؟ لان كان مفتوح. دلوقتي مقفول، سرسوب بس اللي بيعدي الهواء، اذا سمع صوت صفاره اسمها ويزز معايا، يبقى diminished air entry بالاوسكالتيشن. ده الفرق بين الاثنين. خلاص؟ طبعا ال هتقول لي الميدياستاينم ده كلينيكال، اقول لك اه بعرفه بالبركشن. يعني الميدياستاينم ده تعرفه هو شيفت رايت ولا ليفت بالبركشن. خلاص؟ الانفستيجيشنز هعمله اكس راي، يعني هو دي انفيزيميتاس شويه بس اعتبرها هي النورمال. يعني النورمال ان اللنج تبقى مليانه هواء. تمام؟ لو في فرن بودي هلاقي اللنج كولابس. ايه ده؟ والتانية حصل لها انفيزيما. تمام؟ استنى عليا دلوقتي، جالك النهارده عيان، انت دكتور اي تي وجالك عيان فرن بودي ولبنا النهارده كتير قوي. تمام؟ هتطلب له شيست اكس راي، لو طلع نورمال تقول له ايه؟ ممكن يبقى فيه فرن بودي. الاكس راي نورمال في الليتال ستيج، لسه ما عملش اوبستراكشن، الا اذا كان الفرن بودي ريجيو ويك. يبقى اذا الاكس راي يعتمد عليها لو حاجه معدن ريجيو ويك فرن بودي، هيبان ريجيو ويك فرن بودي. نمره واحد.
نمرة 2 لو عمل لو وصل للمانشستر ستيج حصل كولابس او انفيزيما يعتمد عليه. اما لو هي نورمال انا مش مطمن. والموقف ده تعرضناه له حوالي 1000 مره كل واحد فيهم. وخناقه بين دكتور الاطفال ودكتور الانجليزي يقول لك ايه؟ ده قصه قريب واحد استاذ عندنا لسه ميت بقى له 4 5 سنين من تحت راس موضوع زي ده وعيبه تمام؟ والمستشفى بتاعه. الطفل ده جاله المستشفى مع مامته وباباه. مامته حكت القصه يا دكتور انا كنت باكله وبتاع الواد سخسخ وزرق وبتاع لا طيب اعمل لي شيست اكس راي طلعت نورمال. قال لها احنا محتاجين منظار لان الاشعه سليمه ممكن يكون لسه ما خدتش. يا دكتور ده ابني الوحيد منظار ايه؟ هبنجه وبتاع ومنظار ما هي الاشعه كويسه. لا يا ماما لازم منظار. رحت رايح الاوضه اللي جنبيه لدكتور الاطفال. لا 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 سيبك من كلام الفرد ده بقى روحت. بعد يومين ثلاثه سمع ان مات. عادي جدا فاهم؟ لا الموضوع كبير فاهم؟ مش معنى الشيست اكس راي نورمال انت ممكن بالاوستراتيشن ما تعرفش برضه يعني مش كونكلوجن 100%. مش معنى الشيست اكس راي نورمال انك تروحه. لازم برونتاسه لازم لانه ممكن يبقى في مرحله ليتنت ستيج معايا. وبالتالي البرونكوسكوبي ده نوعين يا اما فليكسبل طري يا اما ريجيد اللي هو بتاعنا كجراح ريجيد تمام. انا بطلع الفورم بودي ازاي؟ بعالج الفورم بودي ازاي؟ بالبرونكوسكوبي بنام العيان فين؟ هو ده الارنجوسكوبي ما لقيتلكمش صوره البرونكوسكوبي. البرونكوسكوبي هو هو الارنجوسكوبي بس طويله طويله ورفيعه معايا. بنروح مدخلينها من اللارنكس على التراكيه والبرونكاي ونقعد ندور معايا لقيت فورم بودي بروح داخل وشايله. في حالات جميله جدا لان بيحصل لك انتوسيازم رهيب الحقيقه. الطفل كان هيموت لان الحاله بيجو مع ان علاجها سهل قوي يعني بالظبط تاخد 2 3 معايا. فريموفال باي برونكوسكوبي اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا. يعني ايه كلمه سبيشال تكنيك اوف انستيزيا؟ انت ناسي ان دكتور البنج مبنجه عن طريق اللارنكس والتراكيه مدخل تيوب؟ اه. طب وانت هتدخل ازاي برونكوسكوب وتيوب موجوده؟ ما هو انت فاكر اللارنكس بتاع الطفل هيأكوموديت تيوب وجنبها برونكوسكوب ده قد كده. اذا لها طريقه معينه للبنج ومش عليك الديتيلز. اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا وخلاص. في طريقتين ادمك تمام تكنيك او بنتوري تكنيك. الادمك تكنيك ده اللي هو ايه؟ ادمك اللي هو ادميا مفيش تنفس اللي هو بص دكتور البنج يحط لك الاندوتراكيال تيوب لغايه ما الواد ينام ويتشل تماما كومبليت انستيزايز. يروح وبعد ما يبقى كومبليت انستيزايز دكتور التخدير يروح شايل الابوه بتاعته ويقول لك اشتغل انت بقى قدامك 10 مينتس عمال عاجل فوق تمام كده؟ والعيان دلوقتي بيتنفس هواء بس هو نايم. فتروح انت داخل بالبرونكوسكوب في خلال ال 10 مينتس دول ويمكن اقل شويه كمان. فتقعد تدور على الفرن برضه ما لحقتش تجيبه. خلاص يقول لك اطلع انا اسف حط تيوب و 10 مينتس تاني بعد ما يبقى كومبليت انا فاهم. ده الابنك تكنيك. اما الفنتوري الفنتوري ده يمكن متقدم اكتر والاثنين بنعملهم الحقيقه. الفنتوري ده البرونكوسكوب بتاعه هو داخل في اكسجين وماده وحالتين ماده البنج يعني في سايد تيوب هنا داخله لانها هي الانبوبه يعني هو بيتبنج بالبرونكوسكوب انت فاهم؟ ده اللي هو الفنتوري تكنيك. خلاص يبقى المهم اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا. هقول لك ليه اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا؟ بيكوز ذا اير واي ذا اير واي تمام؟ اتس شيرد بتوين ذا انستيست اند اوتولارينجولوجيست يعني مشترك ما بين الانفيتس والاوتولارينجولوجيست او بيكوز ذا اير واي ات اكيباي باي ذا ايزوتراكيال تيوب تمام اكيباي باي ذا ايزوتراكيال تيوب with no possibility to accommodate the bronchoscopy side. يعني مش هيقدر يكومديت البروكوسكوب جنب الاندوتراكيال تيوب ما ينفعش يعني. تو اكومديت ذا بروكوسكوب بسايد بسايد الاندوتراكيال تيوب يعني. نيجي بقى لهايمليش مانوفر. اولا ده كلام حلال مش جدا يعني هايمليش مانوفر. قال ايه؟ لو انت كنت متواجد او بيعلموا الاهالي اللي عندهم بيبيهات صغيره بره المفروض يعني
ازاي يتعاملوا مع الطفل لو هي اتكشفت حاليا في الثانية دي في الكون ان هو شرك في فرق بطن. تمام؟ يعني ما ينفعش الا اثناء الشفع. يعني ما تقوليش اعملها له بعد يوم ولا اثنين ولا ساعة، لا، اللي انت ما تنفعش اثناء الشفع على طول. اول ما الواد شرك وزرق وبتاع الفرق بطن فوق، تمام؟ فتروح كامل وراه اللي هو العنقود يا محمد، تروح كامل وراه، تمام؟ وتروح ماسكه ايديها في بعض كده وتضربه بوكس على سيف السرم لفوق لفوق، فهي كده بترفع الدايفرام معايا؟ فبس مره واحده، فتقوم ترفع الدايفرام فيقوم يزق الهواء اللي في اللنج، تقوم يحصل اكسبانشن للفرن بطن، يضطرب معايا؟ ده اللي هو الهاي بيش كونتر. خلاص؟ أكيوت وكرونيك. الأكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. أي أكيوت سبيسيفيك في الإي دي بقى؟ البنزلية، تمام؟ النون سبيسيفيك اللارنجايتس اللي عندي دلوقتي، أنا عندي بقى حصول دلوقتي. يعني أنا اديت محاضرة إمبارح حصة هنا ورحت اديت سيكشن، تمام؟ وكان عندي حصة ثالثة بعديها وكان عندنا ستاف راوند في النص، فاهم؟ فطبيعي إن الواحد يتكلم كتير أوي لازم يحصل لارنجايتس. يبقى اللارنجايتس العادية، تمام؟ اللي بحس الصوت اللي بيطلع من نزلة الباب لارنجايتس كفيرال معايا لارنجايتس. اما لو كان الانفلاميشن ليميتد عن ايبيجلوتس، يعني هو اللارنج شكله عامل كده وتراكيه تحت البوكال كورد هنا دلوقتي يا دكتور، لو اللارنج كله يبقى لارنجايتس، لو الايبيجلوتس بس يبقى ايبيجلوتايتس او اسمها الثاني سوبرا جلوتايتس، تمام؟ اما اللارنج والتراكية والبرونكاي لارينجو تراكيو برونكايتس، لارينجو تراكيو برونكايتس. قول تاني. يبقى لو اللارينجس كله لارينجايتس، الايبيجلوتس لوحديه ايبيجلوتايتس او سوبر جلوتايتس، سرح لتحت على اللنج يبقى لارينجو وراح سارح تراكيو برونكايتس. طيب الكرونيك بقى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الكرونيك سبيسيفيك اللي هي جرانيلوما، فاكر اي كرونيك سبيسيفيك اللي هي جرانيلوما، تمام؟ واشهر جرانيلوما والكومنست اللي هي جرانيلوما راينوسكليروما، تسرح على اللارينكس تبقى لارينكوسكليروما، احنا قلناها وقتها هنشوفه يوم الجمعه، تمام؟ السيفلس زي ما بيأفكت هنا بيأفكت هنا، الجاما معايا، التي بي كان هنا اسمه لوبس، تي بي لارينجايتس معايا، ده التي بي اصلا جاي من اللنج سبيوتر، فلازم اللارينكس احيانا ينفصل. ليبروزي ليبروميتس لارينجايتس، وان كان ده مش مشهور قوي. اخيرا الفانجر اللي هي المونيليتس والحاجات دي بتسرح على الحاجة. تمام؟ النون سبيسيفيك بقى، النون سبيسيفيك قلناها كرونيك نون سبيسيفيك في النوز اللي هي ايه؟ اتروفيك راينايتس وهايبرتروفيك راينايتس، تمام؟ نفس الكلام، اتروفيك لارينجايتس وهايبرتروفيك لارينجايتس. وعلى فكره اللي عنده اتروفيك راينايتس عنده اتروفيك لارينجايتس بنسبه عاليه جدا لان الميكوزا واقفه. يبقى اتروفيك لارينجايتس. هايبرتروفيك لارينجايتس مين دي بقى؟ للهايبرتروفيك لارينجايتس. على فكره صوره اللارينكس في الاندايت لارينجوسكو عليه طلع نور محمد. ده الجلوتس دي الارجنايل اللي بالجلوتس اهو. ده بوكال كورد وده بوكال كورد. تمام؟ خلاص الصورة دي عليك، الرسمة دي عليك. المفروض يا دكتورة مروة سؤالك الهايبوفارنكس هنا. ده البايفور فوسا ودي البايفور فوسا ودي البايفور ده بسيرو فرنجيرو. هاي. دكتور حكاية الهايبرتو يا إما كل الفوكال كورد ديفيوز هايبرتروفايد نتفحت تخنت ديفيوز هايبرتروفيك لارنجايتس. مع عند بيعان الخضار والطماطم والحاجات دي. ديفيوز هايبرتروفايد. يبقى إذا الديفيوز لارنجايتس كل البوكال كورد ديفيوز هايبرتروفايد. اما اللوكالايز لا اللوكالايز اريا ازاي؟ سنجل زنون لتؤدي المغذيين حته بس كده، تمام؟ سنجل زنيفيوز او لارنجيال ديفيوز سنجل زنونز
او بوكر كورتبولي تحليل الاحمال الصوتيه البرايز، او ليوكوبليكيا بطشه بيضاء بريكانسرس البرايز. تمام؟ اذا يا ديفيوز كل البوكر كورد ديفيوز هايبرتروفايد يا لوكالايز واحده من ثلاثه، يا فينجر سموث يا بولد يا ليوكوبليكيا. تمام الكلام؟ طيب نيجي بقى للارنجايتس. الحقيقه ما اقدرش اقول حاجه منها، الارنجايتس كلها مهمه. جميع انواع الارنجايتس مش هتيجي وتقول الشابتر ده مهم جدا. الاكيوت انفلاميشنز هنبتدي بالدفتريا اللي هي الاكيوت سبيسيفيك لارنجايتس الدفتريا. ما هو موطن الكورالي بكتيريا من الدفتريا الاصلي؟ الفارس الكوشيا الدفتريا. وبعدين السودو ممبرين يسرح على فوق لارنجيزن، يسرح على تحت لارنجيزن. يعني اللارنجيال والنيزل برايمري ولا سكندري؟ زي ما قلنا قبل كده سكندري، اما البوشال برايمري. يبقى اذا يوجوالي سكندري تو بوشال ديفتيريا كلينيكال بيكشر في هورسز وفي سترايدون. احنا اتفقنا على الكلام امبارح، حاجه اثرت على الاروي سترايدون، حاجه اثرت على البوكر كورد هورسز. طب هو ده اثر على الاثنين، سد من البوكر كورد في مكانه السودو ممبرين، السودو ممبرين قفل اللاجز، خلاص سترايدون او ضيق اللاجز. لما تيجي تبص على اللاجز وانت مش هتبص عليه اصلا لانه هيعطيك، فاهم؟ انت لما تيجي تعمل بالنفس يعني ديرتي جريش سودو مونتريل على رجال انفيت الانفستيجيشن سيبوش الانفيريا اللي هو تروت سواب من الفارس مش من اللاجز، تروت سواب وتعمل لها كالتشر ودايركت. التريتمنت بتاعه انا بفترض طبعا الكلينيكال بيكشر انفيتيز، طبعا التوكسيميا والحاجات الموجوده، احنا بنتكلم دلوقتي عن لارينكس فاتس معايا. التريتمنت بتاعه اللارينج سبرانشن اسات سيبنج ذا ايروي نمره واحد، سيبنج ذا ايروي نمره واحد. تمام؟ في ايه؟ يا اما تراكيوستوم يا اما تراكيال انتوبيشن لو في سيفير سترايد. انتي بايوتيك تمام؟ سيستميك انتي بايوتيك علشان نقعد الاورجانيزم، وانتي توكسيك سيرم اللي هو موجود. الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس اللي هي عندي دلوقتي اللي هي بتجيكم كتير قوي لما تزعقوا، اللي هي بتيجي الواحد بعد نزله البلد، ده اكيد لارنجايتس اللي هي بتيجي كل الناس معايا. البحه اللي بتصوم بتحصل تمام لاخر السنه، يعني السنه اللي فاتت جابوا لي ميكروفون علشان اتكلم في المراجعات الحقيقه في الكلينيكا، فده العادي اوتوماتيك لارنجايتس بتعمل اكيد لارنجايتس. تمام؟ شفت بكره فوق امبارح بقت بيخبطوا في بعض، فبيحصل قديمه. الديفينيشن ذا اكيوت نون سبيسيفيك انفلاميشن في لارنجيال ميكروس. تمام؟ الاسباب دكتور عمرو ده اكيوت ايتس يبقى يوجوالي بريسيد باي اور اسبيراتور جميع الانفكشنات اللي دي بدات تنزل البرد. راينايتس سرحت اوتايتس ميديا، سرحت راينايتس، سرحت لارنجايتس، فارنجايتس وهكذا معايا. حتى البرونكايتس معظم الحالات بيسيد الكومن فولد راينايتس معايا. يبقى يوجوالي بريسيد باي اور اسبيراتور انفكشن زي الكومن فولد والسيستماتيك. الاورجانيزم غالبا ستارتس باي فايرال زي اي انفكشن. فيرال نزل البرد لين سكند البكتيريا وممكن تفضل فيرال. بري ديسبوزنج فاكتور الابيوز فويس، يعني عندك نزل البرد وفي كونجيشن في المنطقه دي وسعادتك قعدت تزعق او تدي محاضره او بتاع وتضاع حصل كونجيشن اكتر معايا. اذا الابيوز فويس والسموكرز تمام، الدخان جنرال اللوب اميونيتي والبريوشن اللي احنا عايشين النوز واللارنكس ينطبق عليهم نفس الكلام. الكلينيكال بيكشر بقى جنرال اكيوت ايتس كونجيشن سيمبتوم اللي هي فيفر وهيديك والماليزيا والانوركسيا، مش هي اكيوت ايتس يبقى فيفر وهيديك والماليزيا والانوركسيا. لوكان عنده هورسنس؟ ده المين سيمبتوم. الهورسنس از ذا مين سيمبتوم ان ادلت. سترايدون از ذا مين سيمبتوم ان تشيلدرن. يا دكتور معقول ناس بتبان تعمل سترايدون؟ بس عند الاطفال. ليه؟ لارينج صغير مبدئيا اللارينج صغير صح؟ اليوم صغير اي شويه قديمه خنقه تمام؟ يبقى اذا هورسنس كان مين سيمبتوم في الادب، سترايدر المين سيمبتوم في تشيلدرن، لكن برضه هيجي لهم هورسنس، لكن ده مين سيمبتوم تمام؟ ده كومن سكوت اوف سترايدر في تشيلدرن، تخيل؟ حكايه دي هنقولها كمان شويه. الساينس بقى لما تيجي تكشف عليه هتلاقي المنظر الاتي. هتلاقي المنظر ده. شوف الكونجيشن والحمار والقديمه، فاهم؟
يبقى ديفيوز كونجيشن وإديما تمام في البوكال كورد واللارينجيال ميوكوزا، بس في الاطفال بيه اكتر في السبجلوتيك اريا. اشمعنى؟ فاكر اللارينكس بتاع الطفل السبجلوتيك اريا ضيقه فيبقى فيها إديما بسهوله حته نارو معايا، وبالتالي بيبقى مينلي سبجلوتيك إديما في الاطفال. التريتمنت بقى بتاع الحاله دي، علاج الحاله دي كومبليت بدريست بليت وفورم فلويدز. طبعا مش اكيد عايز يا دكتور عمرو، يبقى كومبليت بدريست بليت وفورم فلويدز. خلي بالك والاهم منها ايه؟ كومبليت فويس ريست فيها سوبر، فاهم؟ يعني ده جنرال وده لوكال. جنرال كومبليت بدريست ولوكال كومبليت فويس ريست، تمام؟ بطل تزعق وتتكلم بقى. نيجي بعد كده سيستم كان دوايت وانرجيزك، لان هكيب ايتس لوكال قلت لك كومبليت فويس ريست استنهاليشن مع تنشر بالزوايا. بنجيب صبغة الجاوي بتاع السايبوسايت اللي هي بتاع الريسبيراتوري سيستم. صبغة الجاوي وتجيب لتر ميه ترميه على النار، اول ما يغلي الميه تفقفق يروح نازل يتحط عليه معلقه من صبغة الجاوي وتفضل تشم البخار، علشان صبغة الجاوي اللي هي تنشر بنزوين ده لها سوزنج اكشن. طب والستيم البخار؟ بيرجع تزيد تتحرك معايا خلاص؟ فاكر؟ هو هو اذا ستيم انهاليشن مع تنشر بنزوين ده عامل خيمه وعمال يشم البخار معايا؟ الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس في الشيلدرن بقى. احنا اتعودنا على ان كل ما ناخد مرض ناخد دوز في الاطفال. قلنا الاكيوت ساينوسايتس وبعدين اتبعناها الاكيوت ساينوسايتس في الشيلدرن، قلنا الاوتايتس ميديا واوتايتس ميديا في الشيلدرن. دلوقتي التونسلايتس لا، ما هي ميديا اطفال معظمها زي بعضها يعني. الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس في الاطفال يا دكتور انت قلتها وانت ماشي. قلت لك دي دينجرس في الاطفال لان دي بتعمل سترايدور في الاطفال. المين سيمتوم في الاطفال سترايدور، اذا دي مور كيس يعني ممكن تموت. تموت الاطفال تمام. ليه بتعمل سترايدور في الاطفال؟ هو ليه الاكيوت اوتايتس ميديا بتعمل كومبليكيشن اكتر في الاطفال؟ طب ليه الاكيوت ساينوسايتس بتعمل كومبليكيشن اكتر في الاطفال؟ ولا عشان الاثنين تانية تفرشيا. طب وليه اللارينجايتس الاكيوت لارينجايتس تخنق الاطفال استرايدو في الاطفال؟ علشان الاربع اسباب اربع اسباب. اول اسم سمول لارينجس فاليوم ضيق فاي دي بقى تخنقه سمول لارينجس تمام. الصب ميوكوزا لوز وبالتالي دي ما تحصل بسهوله تمام، لسه الانسجه بتاعته رقوه طريه. اللارينجس فانل شيبد في الاطفال تمام، وبالتالي السبجلوتيك اريا نار سبجلوتيك بالاس. اللارينجال كارتريج في الاطفال لسه سوفت، مش سوفت يعني لارينجو ماليشيا، لا ده لارينجو ماليشيا مش سوفت خالص، لا ان جنرال اي كارتريج بتاع طفل بيبقى سوفت عن كبير زي العظم بيبقى سوفت عن كبير معايا، وبالتالي بيتقفل بسهوله بنتيجه البريشر والكولابس معايا. اذا للاربع اسباب دول لهذه الاسباب الاكيوت لارنجايتس خانت الطفل ما خانتش الكبير. ما هو يا جماعه صعب واحد يجي له نزله برد، واحد عنده 20 30 سنه نزله برد وتخنقه، كانوا كل الناس ماتوا. لا لكن الاطفال في عدد منهم بيموت معايا. يبقى اذا اللارنكس سمول ستاب ميكوزا لوز، اللارنكس فانل شيبد عند الاطفال وبالتالي ستاب جلوتي في ام ار، واخيرا الكارتليج سوفت اس سوفت. الكومنست كوز اوف سترايدر ان تشيلدرن هو ده هو ده هو الحقيقه المرضين بينافسوا بعض في السترايدر في الاطفال ككومنست كوز. ده الاكيوت نون سبيك لارنجايتس بس هم بيرتبوه في الاسم ده، والتاني اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس يعني برضه اكيوت لارنجايتس بس لارينجو تراكيو برونكايتس. تريتمنت بتاع الاكيوت نون سبيك لارنجايتس في الاطفال، طب ما انت قلت لي التريتمنت بتاع الاكيوت لارنجايتس، لا الاطفال لهم معامله خاصه. انا قلت لك التريتمنت بتاع الاكيوت لارنجايتس جنرال، اما الطفل ده كريتيكال يعني ممكن يموت. اذا طالما حاجه تموت هوسبيتاليزيشن في الخمسه اس، وانا انصحك ان ده تريتمنت اوف سترايدر للتشيلدرن ان جنرال، لان السؤال ده جه قبل كده بروبلم سولفنج. قال له لو عندك طفل عنده سترايدر ايه المانجمنت بتاعه؟ اهو المانجمنت بتاع السترايدر في الاطفال معايا. هوسبيتاليزيشن الاستات بقى سيستميك انتي بايوتيك لان ده انفكشن باي انجكشن يعني، ستيرويد انتي ليميتس سبلاينج اوكسجين
فيكم حد دخل مستشفى وريش اطفال؟ حد شغل خالص اي مستشفى اطفال كويس؟ لقيت السرير بتاع البنات صغيره كده مش كده؟ وجنب كل سرير في العنابر مواسير في الحيطه، خدت بالك؟ والمواسير اللي في الحيطه دي طالع منها خرطوم، والمواسير دي معديه على بابل، معديه على فلويد، ده اوكسجين، تمام؟ جنب كل سرير مواسير واوكسجين، والبابلز ده بخار، الاوكسجين يعدي عليه ويجي للطفل، الاوكسجين متحمل ببخار الميه معايا. اذا سبلاينج اوكسجين ده لازم، ستيم انهاليشن تمام علشان السيليا، خلاص؟ سيفنج ذا اير واي بقى، ما تبتديش بتراكيوستوم، انت بتبتدي بالسهل كونسرفتيف معايا، سيفنج ذا اير واي اخر واحده يتقال سيفنج ذا اير واي. طيب سيفنج ذا اير واي ازاي؟ يا انتو تراكيال انتوبيشن يا تراكيوستوم، بس انت تفضل ايه في التشيلدرن؟ انتو تراكيال انتوبيشن، لكن لو مفيش بد ممكن تراكيوستوم معايا. يبقى اذا انا هم الاكيوت جلوكايتس اللي بجلوت سبيسيال انفلين اسمها الثاني سوبر جلوكايتس معايا. اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا، على فكره انا ما اتكلمتش على الكارتريج خالص، مش الجلوتس كارتريج وميوكوزا، انا بتكلم في انفلاميشن اوف ميوكوزا. الكارتريج لو انفلين دي اسمه ميكوندرايتس، ده ديزيز ثاني. فاللارينجايتس دي معناها الميوكوزا. طيب لما نيجي نقول انفلاميشن في الميوكوزا وفي الجلوتس او سوبر جلوتيك اريا، طبعا جميع الانفكشنات مش اكيد ايتس بريسيد الباور سبريترنت انفكشن. الاورجانيزم هنا هيموفلس انفلونزا. طب ليه يا دكتور ما خليتنيش تبع الاستسلام؟ مش هي جزء من الهيموفلس انفلونزا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اصل الهيموفلس انفلونزا بتعمل ايبيبلوبتايتس وبتعمل حاجات ثانيه، اما الدفتيريا ما بتعملش غير الدفتيريا. فاهم؟ يبقى هناك الدفتيريا دي سبيسيفيك. اما هنا الكومنس اورجانيزم هيموفلس انفلونزا، لكن الهيموفلس انفلونزا دي بتعمل اوتايتس ميديا، بتعمل ساينوفايتس، تمام؟ طيب يبقى الهيموفلس انفلونزا وده بكتيريا مش انفلونزا فيروس، تمام؟ مور كومن ان تشيلدرن. الاثنين اللي بعد كده ده واللي بعديه اكيد ده ليكو تراكيو بروكايتس، مور كومن ان تشيلدرن. الكلينيكال برزنتيشن السيمبتومز جنرال مش ده هيبتايتس، فيبرويد كوماليس واندوريكسيا اللي هي الكونستيشن سيمبتوم. لوكال ما كل لانكس فورسوس وسترايتو، بس هنا فورسوس كلمه غلط، قول لي ليه؟ هو في السوبر جلوتيك اريا او الايب جلوتس بعيد عن البوكال كورد، وبالتالي طالما فوق البوكال كورد يبقى اسمها جود بوتوتو فويس اللي هي المافن فويس، مافن فويس اللي هي جود بوتوتو فويس. بس احنا نقولها بالرفلي على مستوى صراع هورسنس، بس انا مش عايزك تقولها هورسنس في الامتحان. قولها جود بوتوتو فويس او مافن فويس. طالما حاجه فوق البوكال كورد قافله يبقى الصوت يطلع مكتوم، جود بوتوتو فويس معايا؟ اما لو البوكال كورد اللي خسرها نفسها هورسنس وده مش موجود هنا. سترايدور، السترايدور هنا انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري ولا بايفيزيك؟ انسبيراتوري ده سوبر جلوتيك معايا؟ ديسفيشيا اند يودينوفيشيا. ليه يا دكتور؟ فهو بيتبلع ووجع مع البلع كمان؟ مش وهو بيبلع الاكل بيعدي عن الجلوتس، لان الجلوتس كبر قوي بقى انفليم. انت عندك فكره في الجلوتايتس احيانا اللي الجلوتس يورم لدرجه يبان من الاورا اللي انت بتكشف عليه. ممكن لو جالك طفل مخنوق في عيادتك وانت ما تعرفش ان الجلوتايتس يموت وانت بتكشف عليه. حصلت؟ طبعا انت مش واخد بالك ان دي ممكن تبقى جلوتايتس. فسعادتك دخلت بخفض اللسان ومش واخد خوانه، فرحت خابط بخفض اللسان في الابيجلوتس، ما هو باين فلين، فرحت جاي له سباز، لا رجال سباز، لان خفض اللسان ده فرم بادي. خلي بالك معايا. اذا دي سبيشيا ودينو فيشيا علشان الاكل هيعدي عليه. الساينس بتاعه لما تيجي تكشف عليه تلاقي كونجستد والبارشن والايفيدنس والجلوتس التريتمنت هي هي اللي احنا قلناها في الاكيوت نون سبيك لارنجايتس، ما هو ده سترايدر ان تشيلدرن اللي احنا هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس اسمها الثاني لارنجيال كول، وبيقولوها احيانا كول، البي بتبقى سايلنت احيانا. ده المنافس للاكيوت لارنجايتس at the common cause of stridor at the commonest cause of stridor in children. Who? عايز يا محمد قول هنا. ايه؟ هو اللي هي دي كده فاهم؟ يقول لك عنده لارنجيال كو. تمام كده يا اولاد؟
طيب الأكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس ده انفلاميشن في الميوكوزا اوف ذا لارينج تراكيا اند برونكاي برضه مش دي أكيوت ايتس يا دكتور؟ اه يبقى غالبا بريسيد بقى ريسبيراتوري انفكشن فايرال انفكشن. بس دي بقى فيها حاجه سبيسيفيك يا دكتور فادي يا نايم ان هي فايرال وتفضل فايرال. الفيروس هو اللي سرح ونزل تحت حتى لو هي كومبريكيت بكتيريا ماليش دعوه بيه، لكن هي اصلا اللارينجو تراكيو برونكايتس اذا فايرال جديد عمل لارنجايتس نزل عمل تراكيايتس نزل عمل برونكايتس وغالبا الاميونيتي فاكتور واطي. يعني ايه فيروس؟ ممكن ريسبيراتوري سيستم فيروس، ممكن رايلو فيروس، في فيروس كتير قوي تعملها. تمام؟ تمام. كلينيكال بيكشر سيمتوم جنرال مش ده اكيوتايتس كلينيكال سيمتوم لوكال استرايدر وهورسن ده العادي. تمام؟ وده كويس خلي بالك يبقى استرايدر. ازود ايه على لارنجايتس؟ تراكيو برونكايتس يبقى كارفول سيمتريشن. تمام؟ انا زودت ايه على الانجايتس في الانجلوكايتس؟ منطقه البلع زودت هنا كحه وبلغم منطقه اللنج معايا كارفول سيمتريشن خلاص؟ علشان النبي البروبلم سولفنج احفظوا لي نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل اكيوت الانجايتس نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل بصرف نظر ان ولا اكس ولا ماليش دعوه نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل وكافو اكسبكتريشن لارينجو تراكيو برونكايتس نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل بعد اسفيشيا يبقى ايبنوكايتس. يبقى اذا اكيوت ايتس كورسس وسترايدر كافو اكسبكتريشن تيجي تكشف عليه برضه تلاقي كونجيشن في اللانكس مين هي سب جلوتيك اديما لان هي ماروس واحنا قلنا كومن ان شيلدرن. تمام؟ يبقى سب جلوتيك اديما التريتمنت ذا سيم زي الاكيوت بارنجايتس تشيلدرن هي هي سترايدر تشيلدرن كوسكوماليتيشن ذات كان سيف. الكورونيك انفلاميشن سبيسيفيك ونون سبيسيفيك نخلص من نون سبيسيفيك بس سبيسيفيك دي اللي هي جرانيلوما طبعا فيها لارينجوسكليروما خلينا الاخر تقيل. النون سبيسيفيك يا كرونيك اتروفيك يا كرونيك هايبر تروفيك. الاتروفيك لارينجوس مش مهم. الاتروفيك لارينجوس مهمه جدا جدا. الاتروفيك لارينجوس في كلام فارغ ما بنشوفهاش كتير وما بناخدش بالنا منها فدي مش مهمه قوي. وان كان هنشرحها برضه. اولا يوجوالي اسوشيتد مع الاتروفيك رايماتس فهي ميكوزا واحده اللي عمل الاتروفيك هنا هيعمل الاتروفيك هنا. تمام؟ الارنجيال ميكوزا نفس الميكوزا بتاع الميكوزا بيبقى شكلها ايه في الاتروفيك رايماتس؟ بين ودراي وكفر ذا كراست. فاكر الكراست؟ الست اللي كانت بتجيب احنا من الاخر يعني شمعه وده فرحان. تمام. كلينيكال انفكشن ده بتستعدوا له يوم الجمعه. تمام؟ كلينيكال انفكشن بتعمل هورسز واسترايدر. حد يقول لي ازاي سترايدر وهو في اطرف يعني لاجس وسع عمي لاجس؟ مفيش. اقول له لا هنا بقى سترايدر مش مجرد نيزر اوبستراكشن سنسيشن لا بالكراست كراست معايا خلاص. التريتمنت اوعى تقول تراكيوستومي اوعى ليه؟ انت عارف لو هو مخنوق ادخل شيل الكراست انتهي الموضوع هتعمل تراكيوستومي ليه؟ تمام؟ وتديله بوتاسيوم ايودايد زي ما اديته في النص يبقى بوتاسيوم ايودايد تديسول في الكراست علشان تستمريت السوميوسس لانس ودايركت الاريكوسكوبي عند الروح ده كراس اتفك موضوع الاسترايكو. ما تقريبا ما يديش نفس التيتم بتاع مش مشكله بس الموضوع ده مش كومن مش عايز تكفره اكيد تديله ولا تعمل ايه ده دوش ايه الديفينيشن يا دكتور طارق؟ الديفينيشن هو العنوان ذا كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن في الميكوزا اوف ذا لارينكس. تمام؟ عملت هايبرتروفي بس هايبرتروفي بيبوظه. تمام؟ الاسباب هو اي كرونيك سببه ايه؟ انا عندي كرونيك ترونسلايتس ليه؟ واحد عمال يدخن ليل ونهار خلاص ديسبوزنج فاكتور واحد عمال يدرس ليل ونهار ويتكلم ليل ونهار خلاص بياع خضار عمال يرعر في الشارع ليل ونهار خلاص في ديسبوزنج فاكتور هو ده الكرونيك هو ده اللي ريزيستنت بريد سموزنج فاكت وكل شويه يجي لها بيتريتس كل شويه يجي لها بيتريتس. كلينيكال بيكشر فورسنس صعب قوي يا دكتور عمرو يعمل سترايدر
اولا ده كرونيك تمام، فما يعملش سترايدو ابدا، يعني مش مجرد ان انا عمال ازعق ليل ونهار هتخين واموت معايا، ما ينفعش. لسبب هتقول لي يا دكتور الاير واي ضيق، بصوا ايه هقول لك، الموضوع ده كرونيك فبيحصل اكوموديشن، فاهم؟ بيحصل اكوموديشن للفوكال كورد بتفتح اكبر، فما فيش حاجه اسمها كرونيك نون سبيسيفيك ويعمل سترايدو الا الاتروفيك لارينجايتس، وده قلت لك مش كومن بالكراست، وده كلام فارغ ممكن تشطبه اصلا تمام. يبقى اذا يعمل بوزنس بتسمعوا يا اولاد المدشنين، لو باباك مدشن في البيت او عمك خالك فريكوانت ترايل تو كلير ذا ثروتس، عنده ريديشن هنا على طول الكرونيك ريديشن بتاع الدخان الهمهمه، احنا بنسميها فريكوانت هيمنج او ريبيتد كراست تمام كده. نيجي بعد كده للسلايد، ارسم لي الصوره واكتبها بايلاترال، وانا بريد سبيشن فاكتور عن اثنين سيمتريكال زي بعض، بايلاترال سيمتريكال ديفيوز ثيكنينج اند كونجيشن اوف بوث فوكال كوردز، الفوكال كورد الاثنين هيبقى بروفايد ثيكن اديما تمام، بايلاترال ديفيوز سيمتريكال ثيكنينج اند كونجيشن بوث فوكال كوردز. على فكره صوره الاندايركت لارينجوستوم مهمه، انا رسمتها لكم وقلت لك احفظها وتركب عليها اي حاجه بقى، تركب عليها هايبرتروفي سينجرز مون بوليب وهكذا. طيب التريتمنت بتاعه يا اخي ما تبطل دخان بقى، يا اخي ما تقلل الحدث وانت بتشرح، انت فاهم؟ انا بيجي لي الموضوع ده مدرسات بالذات اكتر من مدرسين، مدرسات كتير قوي يمكن علشان الارنس بتاعه ضعيف او حاجه وبالتالي بتدي دروس، حاول تخف بقى انت فاهم؟ يعني حاول تقلل عدد الدروس، ما تشرحيش وانت بتشرح ما تتكيش على الحروف، ما تتكلميش غلط، فاهم؟ في ناس بيحاولوا يوصلوا المعلومه فتلاقيه بيتك شويه، انا يمكن من الناس دي فتلاقيه بيحرق في بعض الاحيان، فالفوكال كورد يخبطوا في بعض جامد فيجي له ادينا معايا؟ يبقى اذا افويد البريد ديسبوزنج بتاعي. ستيم انهاليشن مع تنكشر بيتزون تمام؟ ما خفش. مايكرو لارينجوسيرجي فاكر؟ نيمت العيان حطيت دايركت لارينجوسكوب كيرف ميكروسكوب وعملت العمليه. مايكرو لارينجوسيرجي طب وبعدين؟ اشيل الميوكوزا الزياده، اوعى تقطع الفوكال كورد ليجمنت. تبقى مصيبه، ريفرسبل. بتشيل ميوكوزا، انت مستغرب ليه؟ جلابيه واسعه، شلت القماش الزياده، اهو. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اسمها ايه دي يا عمرو؟ سلخ. بسلخ الزياده. مش الجلابيه الواسعه، شلت القماش الزياده، تمام؟ ستريبنج. سلخ. ستريبنج وفور فوكال كوردز، خدت بالك؟ يعملها ليزر الكونفشنال لما هيرجع تاني يجعر في الشارع. فولو باي سبيتش ثيرابي، ابعته للدكتور التخاطب اقول له النبي علمه ازاي يتكلم صح، ما يقعدش يحزق ويضغط على الحنجره بتاعته، ما يقولهاليش ايه، خليه يقولها ايه وهكذا، فاهم؟ شغلانه لسه. يبقى ده فولو باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس، تو بريفنت ريكارنس. ماشي؟ ما تزعلش يا ابني، احنا بنتكلم عادي، ماشي؟ فاذا ده فولود باي سبيش ثيرابي. يعني ايه راينكس ايديما؟ راينكس ايديما اللي هو هي الكورونيك ترانسميت لارينجايتس. سب ايديما ايديما، ايديما تحت الفوكال كورد، تحت الميوكوزا قدام الفوكال كورد. الراينكس ايديما لا تختلف عن الكورونيك، هي هي بس ده معنى ثاني، ترم ثاني للموضوع. سب ايديما ايديما. خلاص؟ ايديما ما بين الميوكوزا قدام الفوكال كورد والفوكال ليجامنت. على فكره البوكال كورد انا باخد ترانزير سيكشن فيه بوكال ليجامنت، وبعدين هنا الباصل اللي هو الفولد نفسه، وبعدين بنربطها بالانتيريور. فالكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس حصل هايبرتروفي للانتيريور بس بيجوزها، وبالتالي تحتها فيها ايديما، فهي هي الرايكس ايديما هي الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. طيب نيجي للبوكال كورد ريتيولز او السينجرز نوت. سينجرز نوت نتوءات المغنيين، في كذا حد بدون ذكر اسماء جاب من الموضوع ده وعملوا عمليات عمل كذا حد من عندنا معايا محمد فؤاد الحقيقه كذا حد لا كذا حد يعني وكلهم اصواتهم وحشه يعني الكومنت بتاع الاساتذه اللي عملوه عمليات ايه القرف ده؟ هو ما قالش قرف، قال كلمه قال عنها ايه القرف ده؟ انا مش عارف الناس بتسمعهم ازاي حتى بعد ما اتعالج يعني انت فاهم؟ بوكال كورد ريديولز او سينجرز ديفينيشن ذا بايلاترال بوكال كورد هايبر بليزيا. يا جماعه ما فقدتش، انا عايز اقول لكم الميكانيزم
قبل ما اشرح الموضوع. واحد عمال يغني او يزعق، فالبوكر بورد عمالين يخبطوا في بعض. اكتر حتتين بيخبطوا في بعض عند الجنكشن ما بين التلف اللي قدام والتلفين اللي ورا دول. فجالهم ايديما، تمام، هايبر بليزيا، خلاص. هو ده السينجرز نوت، فويس ابيوز، سب اديتيليا هيماتوما، هيماتوما تحت الجلد، وحصل لها اورجنايزيشن السابق. انت ما اتخانقتش مره في الشارع وجيت لاخر النهار لقيت صوبك ضايع؟ هي دي سب اديتيليا هيماتوما. ولو كنت فضلت ساعه على طول كانت حصل لها فيبروزس اورجنايزيشن، بس انت رايح صوبك فخفيت. فهيبقى ايه؟ اولا ده واحد لعب كتير، ما تقوليش هيحصلوا سترايدر، سترايدر ايه؟ من تقولين دول سترايدر؟ لا، هيحصلوا هورسز، الهورسز جام مين يا دكتور فاطمه؟ ان البوكر كورد مش عارفين يقفلوا على بعض، فيلير اوف ابدكشن، تمام؟ ان دول موجودين فمش عارفين يقفلوا على بعض، فاللي هو بيسترسب وانت بتتكلمي فجاله هورسنس، تمام؟ يبقى هورسنس لما تكتشف عليه تلاقي ايه؟ بايلاترال، لازم بايلاترال على اللي تحتها 43 خط. بايلاترال سمول ديولز فين يا دكتور؟ عند الجنكشن ما بين الاترومال ثيرد والديستروتور ثيرد. اشمعنى؟ لان دي بيكوز ان ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن، ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن، ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن. تمام؟ التريتمنت بتاع الموضوع ده، علاج الموضوع ده، كومبليت فويس ريست، راحه صوتيه تامه. اه لو راحه صوتيه تامه لو فيها سموم هتخف، لو هي ريسنت هتخف هيماتوما، يبقى كومبليت فويس ريست ما خفتش برضه صغيره. سبيش ثيرابي اه طبعا بعد الدكتور التخاطب برضه يعلمه ازاي يتكلم من غير ما يحدق، فالفوكال كورد بعاد عن بعض وبالتالي يخف. تمام؟ لو قعدوا مرتاحين فتره طويله ما بيخبطوش في بعض هيخف، بس ده لو سمول ديول. اما لو راجل ديول بقى لا تعالى لي لازم تشيلها، تمام؟ يبقى مايكرو لارينجو سيرجي واشيلها ليزر او كونفكشنال فولود باي سويتش ثيرابي او بريفنت ريكارنس. ما هو هيرجع تاني يتكلم ويزعق. لارينجير بولت، لارينجير بولت. طب والبولت ميكروزا طبعا من بوكا الكور اهي، والبولت ميكروزا طبعا من بوكا الكور سلام هي اميزو بويز، تمام؟ ودي في نفس المكان بس يونيلاترال. يا دكتور ليه احيانا عيانين يجي لهم بولد وناس تجي لهم سنجرز نود والسبب واحد؟ ما نعرفش. يعني في كتب تقول لك ايه البولد اكتر في الرجاله والنودز اكتر في الستات، ما لاحظناش دي خالص حقيقه يعني. دول يجي لهم كده ودول يجي لهم كده مفيش مشاكل يعني. تمام؟ لكن كلهم بيزعقوا، كلهم بلا استثناء بيزعقوا معايا او بيغنوا او وات ايفر. كلينيكال بيكشر السيمبتومز هورسنس. انت عايز واحد عنده فويس ابيوز يجي له خنقه من بولب زي دي، تمام؟ يبقى اذا دبل بولب ميكوزا. الاكزامينشن هلاقي بولب عند جنكشن ما بين الترو 1/3 والترو 2/3 برضه شكلها ايه؟ هي بتبقى سيسايل او بلانكيوليت من فوق الكور ده اهو. كلمه سيسايل يعني كده. ملهاش رقبه. كلمه بلانكيوليت يعني كده. لها رقبه بلانكيوليت. سيسايد او بلانكيوليت يونيلاترال حط لي تحتها 43 خط يونيلاترال البوليب يونيلاترال سنجل سمود باي تمام البوليب شكلها ايه؟ يا اما جريش ايديمتاس بوليب يا اما فاسكولار ريدش بوليب يا اما حصلها فيبروزس بقت وايتش بيقولوا دي ستيجز وبيقولوا دي تايبس وات ايفر هي ستيجز ولا تايبس هو العام جالك انت فاهم؟ ما تعرفش بقى كانت قبل كده ايه؟ هو جالك يا اما لقيتها حمراء يبقى فاسكولار بوليب بس مش فاسكولار لدرجه ينزل ويموت يعني ده كلام فارغ يعني فاهم؟ يا اما بتبقى عامله زي الميوكوزا بتاع البوليب بتاع الموز جريش معاه يا اما بتبقى فايبروتيك لو بقى لها فتره طويله هتحصلها فايبروزس. في ناس بيقولوا بدات ايديمتاس وبعدين فاسكولار وبعدين فايبروتيك وفي ناس بيقولوا لا ده تايبس. تريتمنت كومبليت فويس ريست طبعا لازم يريح صوته تماما تمام؟ لان السبب فويس ابيوز. لازم اشيلها له مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفشنال تمام فولود باي الديبريم تيوبر ايفنت ريكارنس ده سنجرز نود اهو سؤال قول ما موجود ليوكوبليكيا ليوكوبليكيا ثالث واحد لوكالايز
الليكو بليك عباره عن ايه؟ بطشه بيضاء. كلمه بليك يعني سبوت بطشه. ليوكو ابيض. ليوكو بليك يا بطشه بيضاء. يكشف عن عيان لقيت بطشه بيضاء دي بايلاترال. واحد يجي من لاترال ملهاش اي قانون. ده عباره عن كرونيك اريتيشن وبري كانسرس. هو اي حاجه يونيلاترال ولكن ده حصول الابيض جه كده. يبقى دي عباره عن بطشه بيضاء طلعت على البوكر كورد. تمام؟ ريد وايت باتش او ذا سيرفيس الايير. ده تيجي لمين؟ تيجي واحد ملخن، تيجي واحد بيشتغل في اسمنت في بتاع من الكرونيك اريتيشن معايا. المايكروسكوبيك بيكشر بتاع الليوكوبليكيا حد يفكرني بيه؟ كان ثلاث حاجات. هايبربليكيا يعني الايم كتر عشان كده ايه؟ هايبر كريتوزيس اللي هو مين؟ الكراتين لير تخنق علشان كده بيطرد. يبقى هايبر بليكيا هايبر كريتوزيس اكانتوزيس يعني البريتنس اللي هي بتخنق. يعني هو كل الانتيليم تخن بس اكثر تخانه في البريتن سيل اللي هي الديب لير وبتاعت ديرمس معايا. وبالتالي هايبر بليزيا هايبر كريتوزيس بيضت كريتين زاد اكانتوزيس في جميع الحالات انتهت بريزمنت الامبريك. واحد عبيط في النص قال ميتابليزيا. لا مفيش ميتابليزيا معايا. مش هنقول مين. ميتابليزيا ده حاجه ثانيه خالص. يبقى اذا هايبر بليزيا وهايبر كريتوزيس واكانتوزيس. المساله دي بري كانسرس ولازم يتعلم تحتها خالص. بري كانسرس كلينيكال بيكشر. دكتور محمود بطشه بيضاء على الكوكر كورد هتعمل مورسنس. يبقى سيبته مورسنس معايا. ما تقوليش هتعمل سترايدر لما تحاول لكانسر ويقفل يبقى سترايدر. الساينس بقى بالدايركت لارينجوسكوبي او بالفليكسبل لارينجوسكوبي او بالاندايركت لارينجوسكوبي هلاقي وايت باتش اللي هو جروس بيكشر. ما هو جروس بيكشر معناها انك معناها كلينيكال بيكشر اكزامينشن. تمام؟ الاقي ريد وايت باتش او ذا سيرفيس انتيريور. لازم تتشال ولا ممكن اسيبها له؟ ده لازم تتشال. ده بري كانسرس. اذا مايكرولارينجو سيرجري وريموفال اوف ليجن يا ليزر كونفشنال فولود باي مش سبيش ثيرابي بقى ريجولار فولو اب. بيجي لي كل ست شهور ابص عليك في المنظار ليه؟ ما هو اصل لو رجعت ممكن ترجع في كانسر. فاهم؟ وممنوع التدخين البري ديسبوزنج فاكتور يتمنع. اذا فولود باي ريجولار فولو اب. الكلمه دي ناقصه حاجه في التريتمنت. اكتب لي مايكرولارينجو سيرجري وذ ريموفر اوف ذا ليجن وذ جود هيستوباثولوجيكال اكزامينشن. لان احيانا تبقى فيها كانسر. احيانا بيسمنت ميمبرين يبقى انفيدد وتحول في كانسر خلاص وانت بتلاقيها ليوكوبليكيا. اكتب جنبها كده جنب كلمه ليجن وذ جود هيستوباثولوجيكال اكزامينشن. تلف على دكتور الباثولوجي خلي بالك انا شايف كذا 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 بس ممكن تبقى كانسر. تمام؟ specific inflammation chronic specific inflammation اللي هي granulomas. granulomas معايا. الجرانيلومات او جرانيلوماتا ده chronic specific inflammation characterized by formation of macrophage and chronic giant cells. اوما من جرانيلوما. اوما من ماس من جرانيلوما. انواع الجرانيلوما هنا راينو يبقى هنا لارينجوسكليروما ولازم تبتدي بقى نمره واحد. تي بي لارينجايتس اهم حاجه في كل الجرانيلوما تيجي دي في لاركس قدام ولا ورا عن جنب ولا انت فاهم اهم حاجه تصعد. تيبي لارنجايتس سيبريتيك لارنجايتس ريبروماتس لارنجايتس فانجل انفكشن انتوبيشن جرانيلوما مش مكتوب عندك. ايه هي الانتوبيشن جرانيلوما؟ وجات في امتحان صور كتير. مش ما تطوريش انا قلت مش دي لما الواحد يقف لايف فيه فتره كبيره صح؟ لا ده اللي فتره طويله ده سكولوتيك ستينوز ده مصيبه ثانيه. لا دي حاجه ثانيه بس كويس انك جبتها. انتوبيشن جرانيلوما ايه الانتوبيشن جرانيلوما ده؟ الدكتور عمرو بقى دكتور بنج الدنيا تمام. وهو بيبنج العيان بيدخل التيوب ساعدته وهو بيدخل التيوب العيان على ظهره. فالطبيعي ان التيوب تعور قدام ولا تعور ورا؟ ورا لانه نايم. فورا بقى ديبندنت مع الجرافيتي فراحت معوره الاريتينويد. عورت واحده او اثنين مسعت الميكروزا بتاع الاريتينويد وهي داخله فراح جاي مكان الانجري بتاع الاريتينويد دي ماس. بعد اسبوعين ثلاثه اربعه شهر من العمليه بتدخل يعمل يوز داخل يعمل هيستريكتومي داخل يعمل ابندسكتومي. فمن الانجري بتاع الاريتينويد بدا يجي له ماس يوني او باي. دي اللي هي الانتوبيشن جرانيلوما. اكتب في اي حته انتوبيشن جرانيلوما. جرانيلوما اوفر ذا الاريتينويد
بالمناسبه الالكلويد دي فين بالنسبه للبوكر كورت؟ ورا ولا قدام؟ ورا. يعني الدكتور بار خلي بالك يا دكتور محمد، السنجرز نود والبولت كانت هنا، اوعى تغلط في امتحان الصور. الانتوبيشن جرانيوما ورا. اكتب لي عشان انت كتبت ايه اصلا؟ ديفينيشن ده جرانيوما او ماس اوفر ذا اريتينويد كوست باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كوست باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كوست باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كلينيكال بيكشر بورسنس نمره واحد بورسنس. نمره اثنين سترايدو افلاج او باي لاترال. سترايدو افلاج او باي لاترال. طبعا تابع الاثنين مش هيبقى معايا قد ايه؟ بورسنس سترايدور اف لارج اور باي لاترال. تريتمنت ام ال اس بس انا مش عايز اختصارات في الامتحان. مايكرو اريكو سيرجري يعني ام ال اس بالقوسين ليزر اور كونفشنال وذ هاي ريكرنس ريت. الاريكو سكليروما جت حوالي مرتين ثلاثه اخر ثلاث اربع سنين سؤال بس. جت ام سي كيو كتير جدا الصيف بتاعها اهم حاجه. الرينجوسكليروما كمقدمه هو ايه الفرق بينها وبين الراين؟ ولا حاجه. الراين هنا بالمناسبه الراين كانت تيجي فين؟ في النوز. شطوره ميكوتينيا جانكشن تمام؟ كذلك هنا ميكوتينيا جانكشن هنقولها دلوقتي تمام؟ اولا المقدمه الاربع مراجعات اياهم او الثلاثه اللي كانوا في الرينجوسكليروما. كوزد باي تريبسيلا رينجوسكليروماتيز ده كان جراف نيجاتيف ولا بص؟ كان انتراسيلا ولا اكستراسيلا معايا. مور انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت بالذات الشرقيه مور كومن ان فيليز معايا. بدات رايمال وامتدت لارينجو فهي سكندري للراينو سكليروما ودي الكومن ستيجن دي جرانوما ان ايجيبت. السايت بتاعها يا دكتور سب جلوبتيك ايريا. اشمعنى سب جلوبتيك ايريا؟ لان ده بيجو تيني جنكشن. ازاي؟ ولا عمو يا محمد اعتبر ده لانكس ده البوكال كورد ده البوكال كورد. حد شطور يفكرني البوكال كورد ايبيثيليم نوعه ايه؟ بينما فوق وتحت ايه؟ ده دي جانكشنال اريا. طب ما هي فوق برضه تمام. بيوكوتينا جانكشن ما بين الفايس فورمس ايبيثيليم والاسبيراتوري ايبيثيليم. فيجي هنا تحت البوكال كورد. حتى هيقول لي ما فوق برضه جامشنال اريا، الاير كارنت هنا سريع، الاير كارنت هنا اقل، ما بيحصلوش في الاورجانيزم. فهي تيجي عند جامشنال اريا عند الاندر سيرفيس اوف الفوكال كورد. خدت بالك؟ احفظ لي المكان، المكان مهم جدا. وقلناها في النوز بين قوسين سب بلوتيك وقلت لك هفصلها لك لما نيجي للنارنج، فاكر؟ مكتوبه في النوز في الرينو سكليروما مكتوبه بين قوسين سب بلوتيك. هي موجوده انا قريتها بس. فهمتها دي؟ ده السؤال ده بيتسال شكله كتير قوي. الاريكوستيروما تيجي فين؟ سبجلوتيك اريا. ليه؟ لانها جنكشنال اريا بتوين ستانت فايس فورمس ايبيثيليوم واسبيراتوري ايبيثيليوم. تمام؟ بتيجي ازاي؟ بصوا بقى هي بدات عملت من جولز بايلاترال لجولز كده. انا هاخد ترانزفير سيكشن دلوقتي سبجلوتيك اريا اهو. دايره ليها دكتور في الكود دايره سبجلوتيك اريا. عملت نجول هنا نجول هنا نجول هنا نجول هنا نجول النجولز فيوزوا مع بعضيها كونت ماسز. الماسز فيوزوا مع بعضيها كونت ويب. ايه ده؟ المنظر يبقى كده. كل ده بقى سكليروماتس تيشو عندي اتنفس من كل الصغير ده. تخيل يبقى كل ده اتقفل وبيتنفس من خرم صغير اسمه ويب. يعني هي بقت نجول هنا ونجول هنا كبرت وماسز 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 قفلت كله. يفضل يتنفس من خرم صغير يجي على مره ويتخنق ويموت. عيانه السنه اللي قبل اللي فاتت ما كانت لنا في الكلينيكال كانت في بيتهم بيصحوها من النوم يوم الكلينيكال عشان تيجي ميته. هي رافضه تعمل تراكيوسكو. ليه انت عندها 23 سنه؟ لا يا دكتور لو عملت تراكيوسكو جوزي يطلقني يعني صفاره وبتاع. يا بنت انت ممكن تموتي. جايه الكلينيكال تعمل كده. يا بنت ما ينفعش الكلام ده انا عملت تراكيوسكو ما وافقتش ماتت معايا. وسبحان الله عندها اطفال صغيرين ورفضت تعمل تراكيوسكو عشان ساعات جوزها
مش عايز افلتك صفاره، العينين بيسموا تركيز ودي صفاره. معايا؟ طيب شوف يا الخرم الصغير ده العين بتنفس منه؟ اه بس على فكره دي سب براتك، الكور ده اهو واهو وكل ده سب براتك، الكور ده اهو واهو وكل دي سب براتك. الصوره دي جت، الصوره دي جت تمام. وهنقول اسباب عين لارينجوس من روما الى الان مالناش دعوه، بعد كده هنتكلم ليتر اون. السيمبتومز بتاع العيان هي سب براتك، يبقى المين سيمبتوم ايه؟ سترايدر. ان ولا اكس ولا باي؟ باي فيزيك، دي اهم حاجه، باي فيزيك سترايدر. بقول لك ايه؟ كتب سنه رابعه بتكتب نو هورسز لانها سبروتك، الناس كلها اتضايقت، يعني ايه نو هورسز؟ والسؤال اتسال، هل انت عمرك شفت يا دكتور حاله رايب لاريكوسكليروما من غير هورسز؟ لا طبعا، كلهم هورسز. بس الهورسز از نوت ماركت. ليه؟ اصل بيحصل فيروس في الاندر سيرفيس بتاع الكور لانها سبروتك، فلازقه في الاندر سيرفيس بتاع الكور. فهو فعلا الهورسز از نوت ماركت، بس في هورسز. تمام؟ يبقى اذا تكتب لي هورسز اوف فويس نوت ماركت، لازم تعلمي تحتها الماركت قوي باي فيزيك سترايدر. كراستنج سيلفتريشن، طب كحل قشر يا دكتور، ما هو الراينوس كروما بتعمل كراستشن من النوم اللي هنا بيه كحل قشر. كراستنج سيلفتريشن ستاينز بالانزايت لارنجوسكوبي، هلاقي لارنجوميتاستيشن عملت ماسز او فين في السبروتيك ماسز او الانفستيجيشن. يا جماعه عمود الهواء بتاع الترقية ولا سيبان له في الاشعه اعمل له اكسرين، هيبان العمود مسنون في حته ولا عبد الله محمد؟ هيبان ده نورمال 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 نورمال، وهنا ده ده السواد ده. اذا النرويج في الاير كولر، هو في حد بيعمل اكسرين دلوقتي؟ وان كان ممكن علشان الهواء بيبان بسهوله، لا السي تي هو اللي احسن. السي تي ميزته ايه؟ بيقول لك السايد كلمته والدجري، السايد فين؟ يا ترى سب بلوتك هنا ولا واخد كمان هنا ولا واخد هنا؟ انت فاهم؟ يبقى سايد بالظبط سب بلوتك. الدجري يعني ايه؟ الاستينوزس قد ايه؟ هعمله ترانسكشن دلوقتي ولا ليتر اون؟ انت فاهم؟ طبعا الدايركت ترانسكشن بيوريك كمان. يبقى السايد واللينث والدجري، اللينث قد ايه؟ طوله قد ايه؟ طوله ده كبير جدا. ما هو اصلا لو الفايبروزس طويل قوي ما ينفعوش كربون دايوكسيد ليزر. قلنا باور اوف بنتريشن اوف ليزر 1 سنتيمتر. لو اكتر من 1 سنتي انسى انك تعمله بليزر. افتح من بره بقى. تمام؟ يبقى اذا سي تي بتبين السايت واللينت والدجري اوف ذا ستينوزس، وبعدين اعمله دايركت لارنجوسكوبي وخد بايوبسي. دايركت لارنجوسكوبي. هتلاقي روز بودي وباكل سكيلز. لكن انا بقول تاني السؤال الشفوي اللي اتقال كتير قوي. لو عندك راينو لارنجوسكليروما تاخد بايوبسي منين؟ من الراينو، من النوز. اسال. اما لو النوز مش باين فيها خد من اللارينجو، لكن العادي ان انا اخد من النوز اسال. معايا؟ طيب دي حاجه. السؤال الثاني، ليه في كل حاله لارينكس بتكشف عن النوز توكسوكلود راينو لارينكوس كليرو؟ رحت جايب سترايدر بشوف اللارينكس، لازم اشوف معاه النوز، لان لو لقيت حاجه في النوز الموضوع ده يبقى راينو لارينكوس كليرو من غير ما اكشف عن اللارينكس. تمام؟ يبقى ده الدايركت لارينجوسكليروما. يا جماعه السؤال جه قبل كده، باثولوجي اوف لارينجوسكليروما هو الباثولوجي اوف راينوسكليروما، تمر بثلاث مراحل، اتروفيك هايبرتروفيك لاستيفلوديولار وفايبروتيك. بس بدل ما تكون هنا ميكوزينيكس هتكون هنا فين؟ سبجلوتيك. انتهت؟ السؤال النظري لو انت طلبته مذكره الامتحانات دي متهيألي وانا دافع، انا صورتها لكم عامه علشان اسيبها معاك. فالحقيقه السؤال ده جه كذا مره، باثولوجي اوف لارينجوسكليروما عشان يوقعك، علشان مش مكتوب هنا، ما هو راينوسكليروما. تمام؟ بس السايد مختلف بس. تريتمنت علاج اللارينجوسكليروما، ايه العلاج؟ ميديكال وسيرجيكال. طب ما هو هو الراين؟ اه طبعا. ميديكال ريفامبيزين او ستريبتومايسين بنفس الدوز بنفس كل حاجه. ريفامبيزين 600 مللي جرام بردي. تمام؟ لمده 40 يوم. خلاص؟ السايد افكت بيحمر ويصفر، فاكر؟ يصفر العين جونز، يحمر البول ريديشنز كاريشن يورين. ما تقلقش يا عيان، ده مش دم معاه، ده الدواء بينزل مع البول. ستريبتومايسين 40 يوم برضه، 1 جرام انتراماسكولار ديلي لمده 40 يوم. سايد افكت اوتو توكسيك ونفرو توكسيك، نفس الكلام. لو العيان حصل له حاجه في الكدني، البول اتغير بتاع، المفروض تعمل له كدني فانكشن، محتاج تاني طالما بياخد ستريبتومايسين.
لو حس بتنتس او ديفنس او برتايبو يوقف الدواء فورا. معايا؟ سيرش بقى انت قلت ستايلو في السيمتوم؟ تراكيوسمي. اصعب تراكيوسمي تعملها تراكيوسمي لان الانسداد سبروبتك الانسداد هنا مش ممكن يبقى ساحل تحت. تيجي تعمل تراكيوسمي ما تلاقيش لومن اصلا. ما تلاقيش تراكيه اليومن تدخل فيه الابوبه. وده الحقيقه احتاج في حاله زي دي ساكن او سبع شهر ليا في النيابه انا لا انساها وخبرتي ما كانتش قوي وفي الحوادث وقعدت وانا ما بطش وقعدت ادور على نايم ونايم جالي من بيتهم الحقيقه معايا نايم سينيور يعني اكبر مني جالي من بيتهم مش عارف الاقي تراكيه ساعه بعمل تراكيوستو مش لاقي تراكيه فالحقيقه هو كانت خبرته اكتر مني قال لي لازم ننزل تحت قوي تسكليروما معايا لانها ممكن تبقى واخده جزء من تراكيه وبالتالي علشان كده نعمل لو ولا ميد ولا هاي تراكيوستومي لازم لو لان الفايبروز السبلوت معايا يبقى اذا لو تراكيوستومي طب وبعدين هيعيش طول عمره بالتراكيوستومي؟ لا يشيلوا الفايبر ستيشو دي بتاع السكلروما ستيشو مايكرو رينجو سيرجي ويشيلها ليزر ده لو كان اللينك اقل من 1 سنتيمتر اما لو اكثر من 1 سنتيمتر انسى ما ينفعش البارو بنتريشن اوف ليزر 1 سنتيمتر يبقى اذا هفتحه من بره لا رينجو فيشر عارفين فيشر يعني ايه؟ شرخ فيشر يعني شرخ بشرخ الحنجره هي ما اسمهاش شرخ الحقيقه ده اسمها العين كده العين فعلا بيتعمل له كده بص كعب الكتاب بتاع الثيرويد بجيبه بشرخه من النص فبقعدش البوكا كور لان البوكا كور جايه من هنا ومن هنا فانا بقطع بينهم شرختها هات الايله اليمين يمين هات الايله الشمال شمال فتحته زي الكتاب الاقي السكلوروما ستيشو تحتيه اورها وارميها في الشارع واجيب سكين جراف واحطه مكان الرو اريا اللي اتعملت تمام؟ واقفل تاني اقفل كعب الكتاب تاني تمام كده؟ يبقى اسمها ايه العمليه دي؟ لارينجو فيشر بشرخ الثيرويد كارتريج من الانجل ادب كده وبكده اشيل كل السكلوروما ستيشو واقفل تاني بس خلي بالك هحط سكين جراف لان لو انا سبت رو اريا داير دور هتبدا في بعض تاني فاكر؟ يبقى اذا ده عمليه اللارينج اوفيشر ده لو اللينج اكتر من 1 سنتيمتر انا احط كريتنايسر سبايس فيها في الايروي زي ما حطينا سكين في الاوسوفجس انا لا انسى مره عمرو بيفكرني بحاجه لا انسى مره احد الناس الايمننت في هيدا نيك سيرجري الحقيقه راجل مشهور جدا وليه كتاب محترم كده محترم رابعه فلا انسى مره واحنا نواب اتفرجنا على حاله جميله جدا كان عامل توتال فريجولا لينشيكو من العيان وجاب الدكتوراليس فيجن مايكروتينس بلاك وعمله كاصوف الاسفان عارفين الطريقه اللي انا قلتها كلمه كده في النص وعمل اسفوس فوق تحت فبيورينا العين بعد العمليه فهو مدخل منظار بيصوره لقينا الليبل بتاع البريست جوه طب استغرب ليه؟ ولا حاجه اصله ما بقاش تبع المنطقه يعني انت فاهم؟ وبعدين بيحصل تشينجز فيه ما هو اصل انت عايز العين يعيش وخلاص ما دي حاجه بيجي برضه فاهم دول حالات مخيفه جدا يعني دي بيلانجايتس دكتور مش عند حضرتك معانا ساعتها مش كده وليش كنت بالمايكروباكتيريا بتروبروزس زي ما قلنا اللارينجوسكليروما بريسيد البراينو دي بقى بريسيد البولموري والسكلوتر هو بيكح طلع على اللارينج الطبيعي يتعلق قدام ولا ورا في اللارينج؟ شاطر ليه؟ اللارينج عامل كده فاكر سؤالك؟ صحيح اوبليك فالاريتينويد دي تحت بينما ده فوق واللارينج اهو الطبيعي من السبيوتر يجي بالجرافيتي على الحته اللي تحت اللي هي ورا فاهم؟ فيلزق في الانتر اريتينويد اللي هي الحته دي لان دي تحت ودي فوق البنات فاهمين تمام محمد فاهم خلاص كده يا اولاد لانه هيجي مع جزء الديفندنت مع الجرافيتي وبالتالي بيأفكت الدستور بارت اوف ذا لارينكس في الانتر اريتري ديشن ما بين الاثنين اريتنويد فاكر لما انا قلت لك جراديروم انا حاجه فيها سايد تمام هيعمل هورسنس هيعمل سترايدور سترايدور ليه؟ اصل بيحصل انفكشن للتيبركلوس تيشو دي للالسر تي بي السر وبعدين الانفكشن يدخل ويوصل للكارتج وبريكوندرايتس وستينوزس يقرا كومبليكيشن بريكوندرايتس ولا ريجين ستينوزس تمام؟ بيعمل سترايدر بيعمل بين ريفيرد للاير عن طريق ارنولد فيجاس
فعصر الكازيشن بتاع التي بي تريتمنت للنرف. السيفلس اللي بعد كده بينتس، اما ده بينتس معايا التي بي بينتس. العيان عنده بولمونري تي بي يبقى عنده كافو هيموفيسيس، تمام؟ تيبي توكسينيا 2 هاي و2 لوز، ذكروا فين قبل كده؟ كورب اسس السيفيس يجو قدام الاتو بارت اوف ذا لايك. اولا كوز بالترمينوما بالغم، تمام؟ انا قلت لك الاستين بتاع السيفيس ايه؟ قلت لك الاستين بتاع التي بي ايه فاكر؟ طيب الجاما بتأثر في الاتو بارت اوف ذا لايك. اشمعنى يا دكتور السيفيس يجو قدام في اللايك؟ مش عشان هو الحصر ولا حاجه، محدش يعرف خالص، تمام؟ ليه بيجي في الابلوتس في التي بي معروف ليه بيجي ورا؟ عشان السبيوتر بيعلق على ورا. أنا السيفلس يجو قدام ليه مش معروف، وإن كان لو قلت مور فاسكولار بيعدوها معايا، بس هو مش معروف. السيمتومز يعمل هورسس، يعمل سترايدر نو بين بين علشان يبقى ديفانس موت النيرف، الفضة النرفوزة بتاع النيرف. السيفلس بينلس، التي بي بينفول، تمام؟ منين دايركت لارينجوسكوبي أو فليكسبل لارينجوسكوبي هلاقي سبريت جرافيشن، تشوف الأترو بارت أوف ذا لارينكس وعن الجلوتس كومبليكيشن نفس التي بي. التريتمنت هو التي بي، بس بدل انت بيرترس انا سيبريتك وتركيزه عادي. فانجال انفكشن، فانجال انفكشن، اولا الفانجاي مقدمه نفس المقدمه بتاع اي فانجاس. الفانجاي وجود ضعيف لا يرسم الى غير خطوره معايا. واحد عنده ميروكومبرايز بيشن زي دايبيتس لو ميونيتي معايا، واحد بياخد انت بقى له فتره، واحد عنده الايدز، تمام؟ اللي بياخد انت بقى له فتره يجيله فانجاس اسمها ايه؟ سوبر انفكشن، سوبر انفكشن، بكتيريا ماتت الفانجاس طلع. مونيليزس كوز بالكانديدا البكام نفس الصوره. يا دكتور اللي عنده مونيليزس هنا بيسرح على ده على اللاريكس والتركيه والاسوفجاس والاستومك، ده الامينيت وقع معايا. كوز باي كانديدا البكام اسوشيتد مع ايلو فاجيست مونيليز زي ما قلنا جي اي تي والسبايراتري كاركترايز باي. فاكر؟ فاكر؟ طبعا الواد ده اكل الدين ولا لا؟ بيت وايت او ميمبرين. تريتمنت انتي فانجر زي الاستاتين ووقف الانتي بايوتيك ثيرابي، تمام؟ وتعالج السكر لو كان فيه. الاسبرجيلوزيس ده الاسبرجيلوس فانجيتاس ممكن يأفكت اللانكس، يعمل جرانيلوما في اللانكس. والاكتينومايكوزيس هو دلوقتي بيقولوا ان هو مش فانجس، ده عباره عن اكتينومايس الاسرائيلي، ده عباره عن بكتيريا معايا، وان كان مقسمين طبعا الفانجايت الى الان. فاكر الاكتينومايكوزيس؟ فاكر السفر جرانيومس؟ اللي كان جاب المجره فوق؟